السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مهندس حسين القاضي في اللقاء رقم 6 بعد 20 الأولى بتاعت المرحلة الأولى من البرنامج خارطة الطريق لتكون مدير مشروع دولي. الحقيقة أنا بسعد بيكم وبسعد جدا وإحنا موجودين مع بعض، وربنا بيرزقنا يعني حاجه جدا ان شاء الله ان احنا نوصلها باذن الله تعالى. والحقيقه موضوعنا النهارده اهم موضوع في الاداره. طبعا كل واحد بيعتقد ان الموضوع يبقى اهم موضوع، لكن انا هشرح لكم ليه. اولا ناس كتير بتبقى واخده شهاده، الموضوع بتاعنا اللي هو كواليتي مانجمنت برنسبلز اند هيلث سيستم 2. لما نقول كواليتي مانجمنت برنسبلز يعني ايه؟ مبادئ اداره الجوده. والحقيقه كلمه كواليتي مانجمنت ده احنا مرتبطه معانا بالايه؟ بالكواليتي كنترول. هنعدي بسرعه على كام سلايد، سريع جدا سريع جدا، مش هنقف عليها بس عشان نعرف احنا ليه بنقول ان الموضوع ده مهم جدا. انا ممكن اخد بي ام بي، وبي ام بي ممتازه يعني، برنس 2 ممتازه، اي بي ام اي انقح، اي بي ام اي بيقول انا مدير مشروع دولي، لكن ادخل على مكان ما فيش نظام ما فيش سيستم هدير ايه؟ فالاوتو 9001 دي اللي هو النظام اللي المفروض انت تقول كمدير مشروع تديره. هو يعني احد المشاكل الكبيره اللي ابنائنا كتير وزمايلنا كتير اخذوا بي ام بي وزعلانين قوي، احنا خدنا بي ام بي واحنا خدنا برنس 2 واحنا وخدنا وخدنا وعملنا ولكن ما استفدناش حاجه. احنا نقول لا، ده انت استفدت. بتبقى مشكله فين؟ فين هو اشتغل في مكان ما فيهوش نظام اصلا، يعني ما فيهوش نظام ورافض يبقى في نظام. اقل نظام ممكن يشتغل اللي هو ايه؟ الارجو 9001. ال 9001 ده انا يعني ما بديش دورات كواليتي ولا 9001 ولا حاجه، بس ده يعني بدايه ان يبقى عندنا نظام اللي هو 9001. طبعا دلوقتي اخر ريفيجن اللي هي 2015، احنا اشتغلنا عليه من ايام ما كانت ريفيجن 1992. هنا بقى السلايد ده هيبان ليه احنا مهم جدا. انا مش هتكلم ده 1 2 3 4، احنا قلنا احنا دي التطور بتاع الكواليتي اشورنس سيستم اللي هو نظام الجوده. نظام الجوده ده مش يعني ده اللي بيقول ان انا شركتي فيها نظام يعني نظام جوده. دي يا ثيرد بارتي، يعني الكواليتي اشورنس عباره عن الايزو ده ثيرد بارتي، يعني طرف ثالث بيديني شهاده ان النظام اللي عندي في الشركه بيضمن، يعني لو طبقته صح بيضمن ايه؟ ان المنتج بتاعي هيطلع مظبوط. وانا بعت له كواليتي ما اعرفش 6 سيجما ولا 6 سيجما. فالكواليتي اشورنس ده اول خطوه ان يبقى في عندك نظام اللي هو يتطور بعد كده يدخل فيه توتال كواليتي مانجمنت، يدخل 6 سيجما ويدخل لين 6 سيجما. عشان كده ده من اهم الموضوعات اللي لازم اي مدير مشروع يعرفها. اماكن كتير قوي ما بتفكرش بالطريقه دي. انا بكلمكم علمي وعملي. اي مكان ما فيهوش نظام كواليتي اشورنس ما فيهوش مينيمم ايزو، انسى ان هو هينجح. ما فيش نظام، هو يعني الواحد هو بيشتغل يعني دي حاجه دي ابجديات، هتدير ايه؟ لازم في نظام عندك. فكواليتي اشورنس ده اقل نظام ممكن تشتغل بيه وممكن تديه كمدير مشروع عشان تنجح فيه، او شركه او مشروع او اي حاجه، يعني اي منظمه او اي هيئه او اي وزاره او اي بلد ما فيهاش نظام انسى. ان هي طبعا البلد ما بتبقاش ايزو يعني، او في حته كتير في انواع كتير من الانظمه، في اليوروبيان، في حاجات كتير يعني، لكن اسهلهم واقربهم واشهرهم اللي هي الايزو 9001. طيب اتكلمنا الكلام ده كله اخذناه الاول، المبادئ الاولانيه مش هنقف عندها، بس انا حبيت اوريها لكم.
البينفيتس والكلام ده كله اخره هنا، اللي هو اللي هو يعني بنطلق عليه اسم السنجل بروسيس، هنا بنطلق عليه سنجل بروسيس هنا، لكن هو بيتقال عليه سيستم، في انبوت وفي اوتبوت. انبوت على منطقه هنا كده بيطبق عليه شويه اكتيفيتيز ويطلع منها تاني الاوتبوت بتاعته. هنا طبعا دي ده الكلام ده كله ده مش مخترع، ده موجود من جوه ال 9001 كما هي يعني. سورس اوف انبوت والانبوت يطلع على الاكتيفيتيز يطلع اوتبوتس وايه ورسيفر اوف اوت. ده يعني ايه اللي هو يعني اقل فكر عشان نقول احنا بنشتغل يعني كسيستم. طيب هنا الايه برضو يهمني برضو ان احنا نراجع دي ونبص عليها عشان نعرف الايزو عباره عن ايه والنظام عباره عن ايه وماشي ازاي، لان احنا دلوقتي برضو عم هتكلم معاكم دلوقتي نظرا لاهميه الموضوع ده جدا يعني ايه، ومعايا الشغل لسه يعني مش هيكفي النهارده بس، بنحتاج مره ثانيه او كمان مره كمان عليه. فهنتكلم النهارده برضه جوه الموضوع وبنفس السياق، بس ايه غيرت التكتيك شويه عشان يعني برضه ايه افتح ذهنكم معايا، واحنا ودو اور بيست ان احنا ما نتاخرش برضه، لان الموضوع ده مش يعني يعني مش يعني طبعا احنا بنحاول نبسطه بقدر الامكان، لكن برضه الموضوع عايز تركيز. وباذن الله برضه كل اللي حاضره معانا لازم هنبعت لهم ده بالذات، لازم يتبعت البي دي اف بتاعه باذن الله، هنبعته للاداره بتاعت البيم وتتوزع عليكم ان شاء الله. البرزنتيشن بتاع الاستراكشر احنا قلنا دي اللي هي بلان تشيك اكت سايت او ديمينج سيركل، هي مش ديمينج، ما هو برضه اللي هي بتاعت ايه شو هارت اللي هو استاذ ديمينج، اللي هي ايه بلان دو تشيك اكت، يعني خطط ونظم اللي انت واعمل اللي انت خططته، وبعدين تشيك يعني ايه شيك على الاثنين، اختبر الفرق ما بين الاثنين دول، اللي بينهم بقى اكت اون ذا ديفرنس، اكت على الايه؟ على الفرق ما بين الاثنين دول. خلاص؟ طيب عايز نعمل ايه بقى؟ هنقول هي عباره الايزو 10 صفحات 10 10 10 اجزاء او 10 يعني 10 اجزاء او يعني فايه ايه ال 1 و 2 و 3 عباره عن ايه ديفينيشنز وانتروداكشن اللي هم ايه بيبقوا يعني قبل الاربعه دي، يعني الاربعه دي بدايه السيستم. ففي ثلاث ابواب الاول بيوصف لك بقى يعني ايه ايزو، الديفينيشن بتاعتها ايه، انتروداكشن ايه، الكلام ده كله ايه. خلاص، ودي احنا اخذناها في 25 سلايد، في 26 سلايد. هنتكلم دلوقتي ايه، انا كاتب الكلام ده قدامي عشان برضو عشان نعرف احنا هنمشي ازاي. طيب بعد كده بيبتدي الداتا بقى اللي داخله، الداتا اللي داخله دي موجوده فين؟ في الايه؟ في الـ في الـ في الـ في الفصل الرابع. الفصل الرابع بتاع الايزو اللي قال 9001 بيبقى فيه ايه؟ الاورجنايزيشن اتس كونتكست بتاع الاورجنايزيشن يعني السياق بتاع التنظيم، وهنا ايه النيدز اند اكسبكتيشن اوف ريليفنت انترستد بارتيز، الطلبات والتوقعات بتاعه كل الستيك هولدرز او كل الناس اللي هي مشتركه في النظام، وهنا الكاستمر ريكوايرز. دي ثلاث حاجات دي بتاعت ايه اللي هتخش لي على السيستم تقول ايه بلان دو تشيك اكت. طيب الفصل الخامس بقى الليدر شيب، احنا اتكلمنا عليه وخلصناه خلاص، اللي هو الليدر شيب. الليدر شيب ده متعلق بكل حاجه، فده بيحكم كل الايه كل الدائره كلها بتاعت الدامج، فمحطوط الليدر شيب. طيب السته بقى اللي هي اول خطوه في الايه في بلان دو تشيك اكت اللي هنقول عليها. فالبلاننج نمره سته احنا برضه ايه عملناه وخلصناه واشتغلنا عليه خلصناه. طيب ده البلان اول خطوه في الايه؟ في السيركل او شو هارت سيركل، بس هو دايما هو خدام خلاص اسمه دايما دلوقتي. هندخل بعد كده الباب السابع والثامن، دول ايه؟ سبورت والاوبريشن. دول اكبر بابين في الموضوع، واخدين حوالي
45 او حوالي من 45 ل 50 سلايد، السبورت والايه والاوبريشن ماشي، يعني من 51 ل 93 يعني حوالي هنقول 50 سلايد تاني في دول. فده اكبر جزء، ده اللي فيه الايه السبورت اللي هي هتلاقي فيه جوه الريسورس ده او الطلبات عشان تعمل السكان ده جوه الاخره، والاوبريشن اللي بقى ايه البروسيدر اللي انت هتعملها وانت في السيستم بتاعك. رجاء نخلي بالنا كويس قوي، لان فعلا الموضوع ده مهم، انا مش بقوله يعني غير حاجه واحده بس، عشان اللي دخل معانا وسمع معانا واتعرض مع بعض دلوقتي يعني ادي 60 ساعه وادي 3 في 5 15 يعني 75 ساعه، هذا الكلام لازم اعرفه كويس قوي عشان اقول انا طلعت استفدت. ده الدو اللي هو الايه السبورت والاوبريشن، الفصل السابع والفصل الثامن. طيب اخدت ده وده، انا عايز اعمل ايه؟ تشيك. التشيك ده اللي هو الفرق بين الدو وبين اللي كنت مخططه، يبقى ده البرفورمانس ايفالويشن، ده اللي انا بعمل بايه؟ اللي انا البرفورمانس اللي هو تقييم الاداء، تقييم الاداء اللي هو ايه؟ بين بين الدو وبين البلان. خلاص؟ يبقى عملت تشيك، يبقى عملت الايه؟ البرفورمانس ايفالويشن. ادخل على النمره 10 اللي هو الايه؟ الامبروفمنت. الامبروفمنت هيبقى على ايه بقى؟ على الفرق ما بين اللي طلع من هنا الجاب اللي حصلت ما بين الدو والبلان، وبعمل شغل الامبروفمنت عليه. وادخل من تاني بقى على بلان وتشيك اكت تمشي الدايره هذا الكلام، الليدر شيب في النص والايه والاورجانيزيشن كونتكست هنا وهنا. طب الكلام ده كله هيخرج منه ايه؟ هيخرج منه ايه؟ منتج. المنتج الاولاني اللي هو ايه؟ ذا ريزلت بتاعت الكواليتي مانجمنت سيستم، البرودكتس او السيرفيس. البرودكتس اللي هي الحاجات الكونكريت، مش كونكريت يعني خرسانه، الحاجات اللي هي اي منتج، مصنع، مكنه، سياره، اي حاجه الناس هتستخدمها، او سيرفيس. سيرفيس اللي هي مثلا بريد، تعليم، كل انواع السيرفيسز اللي هي ممكن ايه ان هي ده دي برودكت سيرفيس. في حته بيشترك فيها الاثنين مع بعض، زي مثلا برودكت سيرفيس زي المطاعم، اقرب حاجه انا عارفها المطاعم. طبعا في حاجه ثانيه المطاعم انت بتاخد سيرفيس وبتاخد ايه؟ فود اند بيفرج، بتاخد شويه اكل ومشروبات. فانت الكواليتي بتاعتك ممكن تدخل مطعم تلاقي سيرفيس كويس قوي، لكن ما تلاقيش الايه؟ البرودكت حلو. والعكس تلاقي البرودكت حلو قوي انما تلاقي السيرفيس مش قد كده. فبيبقى في ميكس ما بين الاثنين. وهنا بقى الكاستم ساتسفاكشن، يبقى دي الريزلتس بتاعتك. كواليتي مانجمنت سيستم هم ايه؟ البرودكتس السيرفيس والكاستم ساتسفاكشن. انا بحب دايما ابدا اللقاءات دي بيها عشان ايه؟ نفتكر احنا رايحين فين وبايمان. طيب بعد كده عندنا عدينا على احنا على الكلام ده كله هنا البنفس والبنفس اوف ازو كذا والكوز اند ريسورس الكلام ده كله اول اخر اخدناه عدينا عليه. هنا بقى نبتدي هنا الايه العشر العشر ابواب بتاعتنا. خلاص التن العشر موضوعات بتاعتنا او العشر مكونات بتاعت ايه اللي احنا قلنا عليها من شويه. السكوب ماشي، سكوب اللي هو الايه السكوب اللي هو السكوب السكوب يعني مجموع الاعمال بتاعت المطلوبه يعني السكوب بتاعه نطاق يعني نطاق. النورماتيف ريفرنس اللي هي المراجع بتاعت الايزو 9001. وبعدين بنتكلم على التيرمز اند ديفينيشن، دول احنا عملناهم وايه وخلصناهم في حوالي 10 سلايدز تقريبا. بعد كده بندخل على ايه؟ الكونتكست اوف اورجنايزيشن. ودي اول حاجه زي ما قلنا ان هي ايه اول حاجه داخله اللي هي الانبوت اللي داخل من الاول خالص. الكونتكست اوف اورجنايزيشن ده واخد 8 سلايدز، لا 9 سلايدز الايه اللي هو احنا عملناه كونتكست اوف اورجنايزيشن ده اللي هي الانبوت اللي احنا شفناه في الايه في الـ 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 في الشارت اللي فات. بعد كده الليدرشيب اللي هي قلنا ان هي محطوطه في النص، اللي كانت عباره عن دايره في النص كده وفوقيها وجايه بلان دو تشيك اكت.
لان هي الليدر شيب دي بما فيها بقى كل الحاجات اللي كنت بتكلم عليها، الاوبوزيشن بيهيفير، المانجنج ميتنج، كل انواع الايه الكواليفيكيشن كاركترستكس بتاعت ايه بتاعت القائد بتاع المشروع او القائد بتاع المؤسسه او القائد بتاع الدوله، او يعني هي الايه الليدر شيب او القياده يعني. فدي اللي هي ايه ماسكه الكلام من الاخر، وهي إيه طبعا مهمه جدا، موجوده في ايه في خمس سلايدز دول اتكلمنا عليهم وخلصناهم. ده اللي اخدناه اهو، عدينا عليه اهو، خدناه ده خلص كونتكست اورجانيزيشن الحاجات اللي جمعنا اخرها. خلصنا ادي الايه كونتكست اورجانيزيشن اهو، دي كل دي الانبوت كونتكست اورجانيزيشن كونتكست اورجانيزيشن كونتكست اورجانيزيشن كل ده. نقطة نروح بقى الو باشمهندس احمد. يا دكتور، هو بس كنت بدخل حد ففصل المايك بالغلط يعني، معلش معلش هو معلش، دلوقتي شغال. ما يهمكش حبيبي، ما يهمكش ما يهمكش، احنا مع بعض يعني. طيب فاحنا دلوقتي ايه اتكلمنا على ايه الليدر شيب، اخذت مننا ادي ايه خمس سلايدز اهم، واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه. طيب بعد كده بنتكلم على ايه، على البلان. البلانينج دي اللي هي اول خطوه بقى ايه بنتكلم عليها، هي في الكواليتيشن اللي هي بلان، دايما بلان دو تشيك اكت بلان اول حاجه. الفانكشن اوف مانجمنت نفس القصه، بلان اورجنايزنج ليجو كنترول. انت كل ما كان التخطيط بتاعك قوي ومحترف وواعي موضوع الاسس السليمه، انت هتوصل ومشروعك هينجح، لان البلان بتاعك احنا اتكلمنا قبل كده في انا اسباب نجاح المشاريع في الحاجات في الاول وحاجات لقاءات قديمه. انا بقترح برضو تسمعوا اللي كانت موجوده كتروا الباشمهندس محمود معتز الحقيقه قسمها كويس، فادخل حاول تراجع يعني نتكلم عن البلاننج، ادخل بقى على البلاننج، ادخل على يعني خلي يعني ممكن كلها مشبكه في بعض، كلهم كل واحد كل موضوع لوحده لكن داخل على بعض. فالبلاننج هنا actions to add the risk and the opportunities اتكلمنا عليها، خدنا فيها خمس سلايدز، بس دول مش خمسه على فكره، الخمس سلايدز دول يعني ايه يعني سؤال يعني ده يتقسم على 15 سلايد. فهي دي مشكله البرزنتيشن ده، انه يبدو ان هو اتغير، هو مثلا هو كله مثلا 111 سلايد ولا حاجه، لكن هو لو اتعمل يعني يعني بالتدقيق اللي احنا بنعمله في الحاجات الثانيه هيعدي ال 250 سلايد. بس احنا بنحط لان احنا هنا في معلومات وفي خبرات وفي الاسس اللي انت كمدير مشروع لو خدت شهادتك كمدير مشروع تدخل تلاقي سيستم تنفذه، ما فيش سيستم تعمل انت السيستم بقى، يبقى انت تدخل انك تعمل هذا السيستم وتقدر تعمله. الموضوع مش صعب، اللي هيدرس هذا الكلام وهياخده وبياخده بجديه ويدرسه صح، واحنا برضه مش هنتكلم برضه في حاجات تفاصيل ثانيه هو هذا الكلام، في كواليتي بلان وسيفتي بلان وكونستراكشن بلان، كل انواع بلانز وريسك بلان وكل الكلام ده من الاول لاخره موجود، كل انواع البلانز اللي هي بتتحط المشروع وهي كتيره جدا مش قليله. مفيش خطوه اللي لازم تعمل لها بلان، طبعا في ناس كتير ما عداش عليها الكلام ده كله، انها ما اشتغلتش حتى فيها سيستم ولا فيها يعني نظام. ف الكلام ده عشان برضه اي واحد يعرف لما يدخل في حته ويلاقي ما فيش فيها اسم، هو الموضوع اشتغل على نفسه وعمل بي ام بي وعمل برنس وعمل اي بي ام اي وعمل ماجستير وعمل دكتوراه، ده ينفع هيبان ايه؟ مش هينفع. طيب البلاننج احنا عملنا بلاننج ده وايه وخلصناه لغايه هنا تمام. طيب في هنتكلم بقى اللي هم اكبر نقطتين موجودين اللي هي سبورت
وراء الاوبريشن. اسباب الاوبريشن دول فيهم حوالي 50 سلايد، قلت في حوالي 17 سلايد او 16 سلايد. قلت لنا بقى الاوبريشن ده كتير كتير قوي. فانا جاتني خاطره النهارده، حبيت ان انا يعني ايه يعني اوصل لكم نقطه. الموضوع بسيط والموضوع هدفه كويس جدا، فانا هتكلم فيه بعد التقديم بتاعت ال 9001 كلها من اول اخرها في ال 10 سبجكتس اللي هم بنعملهم، اللي هم ال 10 فصول بتاعتها. انا زودت حاجه اسمها الهيلثي سيستم. الهيلثي سيستم ده عباره عن ايه؟ انا بحط فيه هنرجع تاني يعني، بس انا بقول لكم ايه ان انا يعني حسيت ان انا لازم اعرض عليكم احنا عايزين نوصل لايه وايه اللي هنوصل له بالظبط. خلاص، اللي هو الايه، عايزين نوصل لايه. We have to reach a healthy system. عايز اوصل لنظام صحي. يعني ايه نظام صحي بقى؟ هنعرف دلوقتي يعني ايه نظام صحي. خلاص، وهنرجع تاني نبقى نتكلم على ايه، على السبعه والثمانيه والتسعه والعشره. بس نتكلم في دي الاول عشان برضو نقتنع ونحس ان الموضوع مش صعب ولا حاجه، وان الموضوع مش ما هوش ورق ولا حاجه، ولا الموضوع مجرد ان انا مثلا بعمل شهاده ولا بشتريها ولا بعملها عشان يبقى اسم عندي عايزه. لا، يعني ايه هيلث سيستم؟ هيلث سيستم ده لو انا اخذت 9001 مظبوط ونفذته صح ومشيت برضه، هو في لقاء تاني لوحده خالص سيبرت عن ده، ان انا في 20 خطوه ازاي اطبق بقى اطبقه في 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 في, في, في مؤسستي او في شركتي او في مشروعي. 20 خطوه عمليه بقى من الطبيعه ومن الشغل نفسه، وبتعمل ازاي وكان من الاول والاخر. هيلث سيستم يعني ايه؟ هيلث سيستم دي المفروض ان دي اخر كانت دي كانت اخر حاجه موجوده موجوده اللقاءات دي كلها، عشان بس ايه حبيت ان انا يعني اقرب لكم واشرح لكم الموضوع ايه اللي احنا عايزين نوصل عايزين. وي ونت تو ريتش ا هيلث سيستم. ايه الهدف بتاعنا من اللقاءات دي كلها؟ ما هو الاخرها وبعدين بنتكلم بقى لنا دلوقتي مرتين اهو، واعتقد دي الثالثه في موضوع واحد، هو الموضوع ما بيخلص. لا، هقول لكم بالظبط ايه اللي ايه احنا بنعمل ايه. To avoid building a system far and complex from the company needs, the following should be done. عشان اتلافى او اتلاشى ان انا اعمل نظام بعيد ومعقد اكتر من احتياجات الشركه، للشركه بس، الشركه او المشروع او المؤسسه او الحكومه او الدوله او اي حاجه. ان انا الهيلث سيستم اللي هو النظام الصحي اللي هو يخليني ما اعملش نظام بعيد عن ايه؟ عن اهداف الشركه او اهداف الوزاره او اهداف المكان او اهداف المشروع او اهداف المؤسسه. The following should be done. اول حاجه هتتبصر من اول نقطه دي. Do not create too much paperwork. ما تقعدش بقى تتفنن وتعتقد ان النظام ده يعني ورق. لا. في مبدا يعني انا شخصيا ايه يعني عايش دي طول عمري من ساعه ما اشتغلت بهذا الكلام. لو انا قعدت 5 6 اشهر وعندي شيت او نموذج ما اشتغلتش بيه، ده انا ببعده بعيد عني خالص. يا ممكن اقدم والغيه يعني، يبقى هو ايه هو الاساس بتاعي يعني. دي نقطه شويه ناحيه اللين 6 سيجما اللي هي التوب. بس اللي انا عايز اقوله ايه يعني، لما انا اقعد والاقي عندي شيتس في حاجات بتتعمل مره واحده في المشروع، يعني استلام المشروع وتسليمه هي مره واحده، انا مره واحده هنا مثلا. انما لو انا في الاوبريشن بتاعي ولقيت في البروسيدجرز بتاعت الاوبريشن ولقيت ان في نموذج ما اشتغلش بيه خالص 7 8 شهور سنه، يبقى ده لازم يتلغى من السيستم وادرسه بقى انا كيو سي مانجر والغيه. لا يعيبني لا يعيبني لا يعيبني ابدا. فدي نوت كرييت تو ماتش بيبر ورك، ودي اهم نقطه، واللي عايزكم تحطوها في دماغكم. اوعى حد يعتقد ان الهيلث سيستم او النظام الايزو او اي نظام
معمول عشان اوراق ورق، مجرد ورق يعني. الحفظ النووي الكويت سيستم ده ادي احنا بنحقق ورق ودي اوراق ورايحه جايه، بنسدد خانات للاستشاري او للمالك او للبي ام او، انا مجرد بسدد ورق. هذا الكلام مرفوض تماما، وده يعني ايه كلام مش صح ومش مظبوط، وده ما بيبقاش نتائج كويس. الموضوع مجرد تخطيط ورق، اعمل برنامج زمني، طب هعمل برنامج زمني واشيله بقى احطه في الفايل وخلص. لا، تشالنج every new form that is proposed. Can an existing form be modified to accommodate the change instead؟ يبقى انا بعمل ايه؟ every new form that is proposed، انا لو انا can existing form be modified to accommodate the change instead. يعني انا دلوقتي لو انا جيت طلع عندي شغل معين وانا بشتغل خلاص، ما ظهرش في الفورمز اللي عندي في البروسيد خلاص، يحق ليا ان انا اعمل فورم زياده، ما فيش مشكله خالص خالص. طيب هنا السؤال، هنا هل في فورم ممكن اعدلها عشان تاكومديت اي 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 تغيير؟ يعني بدل ما انا هعمل فورم جديده، هل الفورمز اللي عندي ممكن اعدلها بحيث ان هي تستوعب هذا التغيير؟ فدي ممكن، لو هي ممكن يبقى خلاص. طيب keep the number of controlled copies of system documents to a sensible minimum. يعني عدد controlled copies، يعني انا دلوقتي يعني دلوقتي هو الفورم بيفضل اسمها فورم طالما ما اتملتش. لما اتملت بقى واشتغلت وتحركت وقع عليها وتتحرك بقى اسمها ايه؟ اسمها دوكيمنت خلاص. فهنا الدوكيمنتس دي اي دوكيمنت بتتوزع على ايه؟ على المهتمين. يعني لو انا حاجه بقى اسف، يعني انا مثلا مدير تنفيذ مشروع، في عندي فورم بتاعت الديلي ريبورت، هيوديه لمين؟ ممكن اوديه للبروجكت مانجر، ممكن اوديه في الشركه، ممكن يعني يبقى صوره لمدير المشروع، صوره مثلا للمكتب الفني، صوره يعني مش بتكلم على حاجه معينه. يعني ان اي دوكيمنت بيبقى له في البروسيجر بتاعه هيتوزع لمين ومين ومين ومين. لما اجي اعمل كده بخلي العدد الكنترول كوبيز اللي هي الكوبي اللي هي بتتوزع للحد الادنى. عايزه 9001 does not demand that everyone has a copy of everything. يعني هي مش شطاره ان انا مثلا كل النماذج بتتوزع على كل الناس، لا ده كلام مش مظبوط، كلام مش مظبوط. يعني في حاجات بتروح يعني في يعني جوه مثلا التكنيكال اوفيس، في نماذج جوه التكنيكال اوفيس المدير التكنيكال اوفيس بس، وبعد كده في نموذج واحد يطلع من التكنيكال اوفيس مثلا للكيو اي تي سي عشان يراجع يبص ايه الحكايه، او مثلا للسيفتي او للبروجكت مانجر او الكونستراكشن مانجر وهكذا. يبقى كل بروسيجر بيتوزع منه ايه؟ بيبقى في سي سي فلان فلان، بيبقى مكتوب فيه كوبي 2 كوبي 2 كوبي 2 كوبي 2. يعني كل بروسيجر بيبقى او كل نموذج عندي بيتملى او كل دوكيمنت بيبقى له توزيعه معينه لكل واحد، اللي هو بيبقى يعني ايه جوه شغله، يا اما جوه شغله يا اما ايه عشان يكمل على الشغل من ناحيته هو بقى في السيستم على 16. Use your IT system to minimize the need for paper cups. في سيستم دلوقتي بيبر لس. يعني اشتغلنا في مشروعات كتير بيبر لس، انت كل شغلك ما فيش حاجه اسمها تطبع وتكتب وتعمل، لا جوه السيستم نفسه. اعتقد كان في الايكونكس، اعتقد اول ما بتشتغل في اي مشروع او في اي شركه بتدخل بيدي لك مثلا تريننج كده مثلا 3 4 ساعات، تعرف انت ايه السيستم بتاعك ازاي والكواليتي ماشيه ازاي والبروسيس ماشيه ازاي وتدخل على ايه وتعمل على ايه، بحيث ان انت بتبقى كل حاجه بتمشي اوتوماتيك جوه الايه جوه السيستم وما فيش هارد كوبيز. طبعا ده مش كتير الموضوع ده دلوقتي، في طبعا في حاجات كتير بتتكلم في كده وحاجات انترناشونال وحاجات وحاجات الى اخره، لكن يعني اثبات برضه يبقى عندك ايه هارد كوبي. يعني يبقى ايه يبقى في ناس كتير ما مش
مش شاطر قوي في الكلام ده او الى اخره، او مش مهتمه، او ما عندهاش خبره هذا الكلام. يعني ايه يوز ار تي سيستم تو مينيمايز فور بيبر كاب كابس؟ يعني انت عندك اي تي سيستم، وزي ما قلنا وزي ما قلنا قبل كده، ما فيش حاجه اسمها النهارده مشروع او مؤسسه او اي حاجه ما فيهاش اي تي قوي. يعني قوه المؤسسه دلوقتي او المشروع بتتوقف على قوه الاي تي سيستم اللي فيها. عندك مهندسين اي تي اقوياء وعارفين يشتغلوا السوفت ويرز كويس، او يعملوا يشتغلوا كويس، ياخدوا الماكسيموم بنفيت من الهارد ويرز او كل الانفورميشن تكنولوجي سيستم ده، بيبقى ايه؟ يعني نسبه نجاحه بتبقى تتجاوز. من غيرها، والكلام ده قلناه برضه في الاول خالص لما كنا بنتكلم على ايه؟ على كل المحاضرات اللي فاتت وذا الكلام. Give employees access to key documents through the internet, the intranet or network. ممكن ندي للموظفين او للعاملين access، يعني ايه؟ دخول على ايه؟ على key documents. يعني مش يخش على الدوكيومنتس كامله ولا اخرها، في key documents بتاعت مثلا للكيو اي كيو سي مانجر، في كي دوكيومنت مثلا للكونستراكشن مانجر، في كي دوكيومنت للمؤسسه المعماري مثلا عشان يحافظ على الحاجات المعماريه بتاعته، في كي دوكيومنت يعني المستندات الاساسيه اللي هي ايه؟ جوه الانترنت او النت، بيدخل عليها على طول على النت وعلى السيستم بتاعه. وانا فاكر كان اسمها ايكونكس، يعني او في اي حاجه في ممكن تيل سيستم، سيستم كتير قوي 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 دلوقتي، يعني عم بتطور بشكل يعني رهيب. طيب النقطه الثانيه بقى، يعني اعتقد ان احنا كده بدانا نقول ايه؟ ده الموضوع مش متطور، الاجهزه مش ورق، والمستندات بتترص على بعضها، ولا ان انا مش عارف، لا الاجهزه مش كده خالص. الاجهزه ده نظام نظام ونظام اللي هو بيضمن لك ان انت بتحقق رغبات العميل، بتحافظ على حقوقك. لان زي ما قلنا برضو قبل كده، ان انت في الاخر لما المشروع بيخلص وبيفضل منه ايه؟ الدوكيمنت. لو اي كورت كيس، يعني قضيه او مثلا او كليم كيس او اي حاجه او اي حاجه، اللي بيحكمها او ايه اللي بينجحك فيها؟ الدوكيمنت بتاعك، الدوكيومنتيشن بتاعك. لو انت الدوكيومنتيشن بتاعك ماشي صح وماشي منظم، لازم تكسب، لازم تكسب الكليم بتاعك او الفلوس بتاعك. لو الكلام ده مش متظبط، عمرك ما حد لانه ده خلاص مشروع خلص والناس خلصت والناس مشيت، هتنزل الدوكيومنت لو مثلا ومثلا الكاربت دوكيومنت كنترولر او حاجه. طيب do these reports to monitor the system and drive improvements. Make sure the internal audits are carried out regularly. يعني في internal audits، يعني لما بيتعمل الايزو سيرتيفيكيشن، الايزو سيرتيفيكيشن بيبقى مدته 3 سنين، وبيبقى عندك ايه؟ بتدرب internal auditors 2 3 4 طبقا لحجم الشركه وطبقا لايه؟ لحجم الاورجنايزيشن بتاعها، طبقا لعددها وطبقا لعدد المشاريع وكم يكون الى اخره. انت ايه؟ بتبقى عندك الايه؟ السيستم نفسه. فاحنا بيحصل ايه؟ السيستم ده انت بتعمل انترنال اوديتنج، يعني انت مش يعني انت بتعمل لك اوديتنج مرتين، مره بعد السنه الاولى، مره بعد السنه الثانيه، السنه الثالثه تعمل اوديتنج عشان تجدد الشهاده بتاعتك، عشان لان الشهاده الفاليديتي بتاعتها 3 سنين، وانت كمان لك شهاده. انا يعني ما بقتش احب كلمه شهاده، لان الناس بتسمع شهاده بتقول لك يعني هي دي تثبت ان انا شفت وحضرت. لا، كان نتكلم على بكسب ايه؟ او انا جوايا ايه؟ او المعلومات اللي عندي. Use these reports to monitor the system and drive improvement. يعني internal audits are carried out regularly. في عند internal auditors بتبقى مثلا كل اسبوعين مثلا تعمل internal auditing، كل شهر تعمل internal auditing على الشركه كلها او على حاجات معينه، بيبقى في ايه؟ auditing plan للشركه، وبقى كل واحد عارف هو بيعمل ايه، وما بيسيبش الحاجه بقى تقول تعدي شهرين ثلاثة أربعة خمسة عشان أدخل أعمل أوديتنج. لا، لازم يبقى في إيه؟ انتظام. يعني بكتير قوي، أنا رأيي بكتير قوي كل شهر لازم تعمل أوديتنج على السيستم كله من أول لآخره، وبتسأل حاجات كتير جدا، وبتخليك يعني إيه؟ أوكورانس، أقول فرنساويين، بكل اللي بيحصل،
وما بتبعدلكش كتير عن المشاكل الكبيره، وقابلك اي مشاكل وهي صغيره هتحل. طيب continually question whether you are running the system or the system is running you. دي بقى النقطة اللي هي جميلة قوي. أنت ما بتعمل الأوديتنج بتاعك بيقول لك إيه؟ لازم بقى سؤالك دايما اللي ماشي على طول. دي جميلة الحتة دي قوي. هل أنت اللي راننج السيستم، هل أنت اللي مشغل السيستم ولا السيستم اللي مشغلك؟ طبعا ده سؤال يعني ايه مش فصوله. لا، انا اللي بشغل السيستم. فلو لقيت ان انا السيستم مشغلني، يعني انا علشان مجرد مثلا ابقى ماشي طبقا للورق او طبقا للمستندات او طبقا كده وخلاص، لا، دي انا اللي بشغل هذا الكلام عشان اوصل للنتائج مظبوطه. خلاص. طيب نمره ثلاثه في الليتر سيستم، انتروديوس ا بالانسد ميثود فور ديلينج وذ تشينجز تو ذا سيستم. ربنا ما خلقش حاجة ساكنة ولا حاجة واقفة في مكانها. كل حاجة في الدنيا عندها ايه؟ فيها تغييرات. مفيش حاجة، كل حاجة يعني انت في اول حاضر او لقاء اديته في تشينج مانجمنت، قلت لهم يا اخوانا انا بتحدى اي حد يقول لي ان ربنا خلق حاجة ساكنة. محدش، لا طبعا، ده ان اللي احنا انا قاعد دلوقتي على كرسي وقدام الكمبيوتر وقاعد شكل ان انا استك، انا مش استك، لا، انا بالنسبه للكون بتحرك يعني من جزء من الثانيه ما كنتش في الحته دي لحته ثانيه خالص. فالسكون ده او يعني وده منصوص عليه في القران وفي كل حته، يعني مش يعني انا مش انا لا مختار ولا بتاع، لا، مفيش حاجه ثابته، مفيش حاجه ساكنه، مفيش حاجه يعني السكون ده جمود او اللي يتمنى بس يعني يقول لك هي كده خلاص لا ده موت. لان يعني انت لو انا في مستواي الفكري في الثقافي كان بقول الاخر ووقفت ما اتحركتش وما غيرتش وما حسنتش، ده انا مش واقف في مكاني، ده برجع لورا. والامثله باينه، يعني دول كتير جدا 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 نامت، مش بقول لك نامت، يعني التطور بتاعها بطيء جدا. ما تيجي تقارنها دلوقتي بما يحصل في الصين، بما يحصل في اليابان، بما يحصل في فنلندا، بما يحصل في العالم كله، ما في كوريا، اخر واحدتين، يعني ايه اللي فعلا بقى الفرق اكتر من بين السماء والارض. يعني the method must be formed enough to maintain management control. يبقى ايه البالانسد ميثود؟ يعني يبقى عندنا طريقه متوازنه عشان ايه؟ عشان اتعامل مع ايه؟ مع تغييرات في النظام. يعني النظام ممكن يتغير معايا، انا الانسان، انا صاحب السيستم، وكل واحد في 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 في, في قطاع او في اداره في الشركه او في المشروع او في اي حاجه، هو اللي بيعمل الفورمز بتاعه، بيعمل النظام بتاعه. فده وانا ماشي لقيت ان انا ممكن في حاجات ممكن تتلغي، ممكن حاجات عايزه تتغير، حاجات عايزه تتضاف. فانا ما اقولش لا ده هي ماشيه كده، ده هي مش اسمها كده، مش اسمها كده. الظروف العاديه ماشي، انما لو انا جيت لقيت نفسي في لحظه من اللحظات شايف ان عايز ازود خانه او انقص خانه او ازود اي حاجه، لا اترد ان انا اعملها، بقترحها وابعت للكيو اي كيو سي عشان يغير البروسيدر بتاعها ويحطها في بروبر فورم ان بروبر واي ويغيرها ويوزعها على الناس كلها من اول لاخرها. وممكن اعمل لك حفله سقفوا لك الاوليه عمليه، يعني ايه يعني وفرت للشركه وعمل يعني حاجه كويسه للشركه. The method must be informal enough to encourage employees to put adjust forward. كان انا بقوله دلوقتي الميثود مثلا اللي عاملينها لازم تبقى ما تبقاش فورمال قوي، يقول لك لا ده هو يتقال كده يعني هي تبقى كده، ده كلام مش ذكي، كلام مش ذكي. لما اقول لك بقى هو هي النظام كده والتاسيس الكلام بيقول لك لا، انت اللي بتعمل النظام مش النظام اللي عندك. فلازم يبقى ايه، لازم ده يشجع الناس ان هي ايه تحط افكارها وتحط ارائها وتحط ايه يعني ايه يعني تحط في اتجاه صح. Otherwise employees will lose respect for the system and may implement changes informally instead. اذا كانش الكلام ده موجود ووارد واقدر انا كواحد
عامل او واحد شغال في المكان او واحد مسؤول في مكان وما اقدرش اغير حاجه فيه او اقدرش اطور فيه او الى اخره، انا افقد احترامي للسيستم او ذا سيستم. سيستم هقول اهو ده سيستم خربان ما ينفعش، وهعمل انا بقى ايه؟ هعمل تغييرات انا ايه؟ انفورمالي انستد، يعني بدل ما اعمل تغييرات جوه السيستم زي ما المفروض موجود تشينج مانجمنت موجود من ضمن البروسيدر، من كل حاجه في بروسيدر از هاو تو تشينج او هاو تو امبروف او هاو، يعني في كلام ده موجود. فلو ما فيهوش الكلام ده يبقى الناس اللي بتشتغل لما تلاقي مشكله والسيستم مش ماشيه صح هتقول لك ايه ده السيستم ده مش كويس وبتاع، وتبدا احترام السيستم وتلاقيه هو بيعمل تغيرات بقى لوحده من غير حاجه. طيب الهيلث سيستم بقى رابع نقطه في الهيلث سيستم، take every opportunity to compare your system with those of other companies for example suppliers sister companies and customers. يعني انا دلوقتي هفترض يعني اقرب حاجه لينا اللي هنقول شركه مقاولات مثلا، السيستم اللي عندي انا ماشي بشكل معين بطريقه معينه هو الى اخره، ما فيش اي مشكله خالص ان انا اعمل كومباريزن ما بيني وما بين سيستم شركه ثانيه. انا ممكن اكون مثلا شغال في شركه كان فيها سيستم وجيت شركه في سيستم جديد يعني ايه اقارن، ممكن قوي احنا اصدقاء مثلا انا بشتغل في شركه وانت بتشتغل في شركه ثانيه نقعد مع بعض نشوف ده ايه وده ايه ده ايه ده ايه، نفتح المواضيع مع بعض بشكل ايه؟ بشكل صحي، مش احنا بقى لا ده انا احسن منك ولا انت احسن مني، مش اسمها كده. في حاجه اسمها انا السيستم بتاعي ماشي كذا والانبوت بتاعه كذا والاوت بتاعه كذا والافيشنسي بتاعته كذا وهكذا. يبقى احنا بنقيس وبنتكلم كلام علمي مع بعض، واللي فينا يعني وصل لنتيجه يقدر يفيد التاني ويلقى واتقبلها بمنتهى رحابه الصدر ومنتهى الحب ومنتهى الود وبمنتهى الشكر. ده واحد قد احفادي مش قد ولادي، لازم اتقبل هذا الكلام. يو سبلاير اسسمنت اوديتس، هو ممكن تقارن بقى مش القامه بتاعتك بس، ممكن على السبلايرز بتوعك. يعني ممكن انت عندك سبلايرز اللي عندهم ايزو وعندهم نظام والى اخره، يقدر تشوف النظام بتاعهم شكله ايه، والسيستم كومبانيز والسيستم كومبانيز برضه. لو احنا مثلا لو انا شركه مقاولات وعندي سيستم كومبانيز، عندي شركه مثلا المونيوم كبيره، شركه مثلا خرسانه مثلا اللي هي ميكسينج الخرسانه، بقى عندي مثلا بعمل خرسانه مثلا، او انا مثلا السيستر كومبانيز مثلا ورش حديد، اي سيستر كومباني بالنسبه لشركتي اللي انا بعملها اللي انا بتاعتي، او الكاستمرز لو اشتغل مع كاستمر عنده سيستم برضه لازم اقارن نفسي بيه. الكاستمرز بتاعي انا ابن مقاول وهو مثلا كلاينت عميل او مكتب استشاري او بي ام او، بقارن نفسي بالكلام ده وانا ماشي واعرف وافهم، ودماغي لازم افضل شغال على طول، مش قصه ورق انا عمال بسدده عشان اقول انا عملت، لا ابدا. يو سبلاي اسسمنت اوردرز، فبنعمل اسسمنت اوردرز بتاعت السبلاير بتاعت اللي هو السبلاير اللي بيجيب لي الحاجه. يوز كاستمر كوشنير، يعني اي كاستمر برضه بيبقى عامل كوشنير او انت تعملها، يعني يا اما انت تعمل الكوشنير للعميل بتاعك ويقول لك صح وغلط، او انت يعني مستواك ايه بالنسبه له او رايه ايه في الحاجات بتاعتك، او هو عنده حاجه انت تتعلم منها تاخدها، يعني تقبل المعنيين. كريت او فورم فور ديسكشن، يعني انت بتعمل ايه؟ بتعمل زي منتدى فورم اوف ديسكشن، بتعمل ايه منتدى تناقش فيه، يعني ممكن عشان كل شهر ولا حاجه نجتمع كلنا كشركه والادارات مثلا تتكلم كده مع بعض ونتناقش الكلام ده كله. فدول ايه السبع نقط اللي هم ايه يقولوا ده هيلثي سيستم. انا الحقيقه دي كانت اخر نقطه في العرض، انا حبيت انقلها النهارده واقرر ان انا اتكلم فيها في الاول قبل ما اتكلم في اللي فات. ليه بقى؟ عشان نعرف ان احنا مش بنجري ورا 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 ورق، لا احنا مش بنجري ورا ورق، ده احنا بنجري ورا نظام او بنأسس نظام نشتغل فيه صح
ولو اتغيرنا كلنا النظام ماشي. والمصلحة صاحب الشغل يعني انا دلوقتي انا بشتغل مثلا مدير المشروع الفلاني، خلاص جاتني سفرية، جاتني قصة، جاتني حكاية، مرت اي حاجة. لو انا عندي سيستم مظبوط، انا قبل مدير مشروع شغال، ما فيش نائب مدير مشروع يجي واحد مدير مشروع تاني فاهم وعارف ويدخل على السيستم بتاعنا بتاع البروسيدجرز وعلى مثلا الديفرنت فورمز وعلى الكي بروسيدجرز وهيشتغل وهيبقى زي الفل. فده اللي عشان كده احنا بنقول ايه؟ السيستم لمصلحه، اولا مصلحه المؤسسه اللي بتشتغل فيها. لو صاحب شركه يبقى هي مؤسسه لصاحب الشركه، مش مؤسسه صاحب الشركه يعني وبس، للناس كلها من اول لاخرها. لكن الموضوع بيخلي ايه؟ بيخلي ال 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 ان اي تغيير يحصل، اي واحد يجي يشتغل جديد يعرف على طول داخل ايه، يبقى الانتاج من اول يوم. يعني عندنا في تريننج، يعني اي حد يدخل شركه بيبقى له انه عامل زي اللي قلنا الكلام ده قبل كده برضه مره، قلنا ان انت في عندك حاجه اسمها اللي هو الكواليتي، اللي هو يعني بتعمل لك برزنتيشن، بتعمل لك تريننج سريع جدا على الكواليتي، تعرف هذا التنظيم فين والصور ايه وده كذا كذا كذا، ولو انت بتشتغل مانج مثلا بتشتغل بتاع كذا، لو انت بتشتغل مدير حاجه بقى بتشتغل كذا كذا وكذا وكذا وكذا، موقعك في هيئه التنظيم في الشركه في الحته الفلانيه، طريقه تشغيلك كذا وكذا وكذا، ريبورت سيستم كذا كذا، ده بيبقى الايه؟ يعني في الاول خالص بتاخد برضه اللي هو ايه ده الاندكشن، اللي هو كواليتي اندكشن، بتاخد كمان ايه السيفت اندكشن. انت لو انت جوه الشركه نفسها بيبقى في سيفت اندكشن، لو انت حتى جوه الشركه جوه المكاتب، استخدام الاسانسيرات، استخدام المكاتب، استخدام الاورف المياه، استخدام الكتلز، استخدام اي حاجه، بيبقى في سيفتي. لان يعني في سيفتي في جوه المكتب نفسه، يعني لو انت في جوه شركتك وبتفتح الدرج بتاعك وتسيبه مفتوح، لو وقفت وانت ما كنتش قافله من الاول خالص هتقع، بعد الشر يحصل لك حاجه. فالسيفتي دي مش مربوطه بان انا ابقى جوه سايت بقى وبتعلق فوق والكلام ده كله، لا. طيب هنا بقى احنا فاكرين كان بنقول ايه؟ احنا كان عندنا ده الايه الباب السابع من الكواليتي سيستم بتاع الايزو اللي هو ايه؟ سبورت. اتكلمنا لغايه البلاننج، خلصنا بلاننج خلاص، احنا قلنا بلان وبعدين الدو. الدو ده بقى هيبقى ايه؟ حاجتين، هيبقى السبورت والاوبريشن. السبورت والاوبريشن يعني سبورت 6 سلايدز ولا حاجه، الاوبريشن حاجه وحاجه و40 سلايد. هنشوف انا يعني مش هجري، مش يعني مش قصدي مش هجري، هجري كل حاجه، لكن مش عايز حاجه ايه لا نتكروت ولا الناس تقول ايه احنا مش فاهمين ولا يمشي في الاخر يقول احنا ايه ما استوعبناش. حد عنده اي سؤال؟ حد عنده اي سؤال على الحاجات اللي فاتت؟ يعني دلوقتي احنا حبيت ان انا بس اجيب لكم الجزء الاخراني عشان ابين لكم ان الموضوع احنا مش بنجري ورا ورق، ولا ان الايزو ده مجرد ان هو نظام يشغلنا، لا ده نظام احنا نشتغل بيه، احنا نشغله. في اي تساؤل او اي يعني ملاحظه او اي حاجه؟ باشمهندس احمد معايا؟ معاك يا دكتور. هو في بس السؤال في الشات بيقول هل ممكن الغي نموذج علشان لم احتاجه لمده طويله وبعدين احتاجته بعد كده؟ مثال نموذج التخلص من المخلفات الخطره ممكن ما يكونش عندي احتياج له حاليا لكن هيظهر له احتياج بعد كده. ما طبعا طبعا طبعا، لا بس خلي بالك، ما اصل الموضوع اصله ما هوش احنا مش تصلوا العشاء. وعلى فكره العشاء يعني انا برضو انا ما صليتش العشاء، خلي بالكم العشاء يعني بالعكس
لو وصلنا ان هو يتاخر شويه، لو عايزين برضو يعني بريك لصلاه العشاء ما عنديش مشكله، ما عنديش مشكله خالص يعني. ف يعني انما هو يعني الشان العشاء يعني ممكن يعني بتتاخر شويه، مش ما تزعلش يعني. فايه رايكم؟ في واحد طالب نستأذن نصلي العشاء، ايه رايكم يا بهوات؟ انا ما عنديش مشكله يعني، بس فهو طبعا هو له حق طبعا، بس اللي انا عايز اقوله ان يعني ايه، ان هي الموضوع مش الإقامة دي كانت من الساعة 7:30، يعني هو غالبا توقيت العشاء عنده كان في أول المحاضرة. ايوه كده جميل. تمام يا جماعة، هل نكمل ولا حضراتكم هتعوزوا تحتاجوا بريك؟ لا انا رأيي خلينا ايه يعني ماشيين، ويعني احنا برضه فاهمين يعني ان يعني اتس باتر يعني، عشان بقى نتوضى ونصلي يعني كده عندنا نتيجه ساعه نص ساعه، فدي طبعا في ناس كتير مش يعني ايه هتنتهج النهج اللي احنا يعني نأجله شويه، ونبقى بعد كده لما نعمل حسابنا بقى ان احنا ايه يعني نشوف الدنيا تمشي ازاي بقى، نخلي ميعاد المحاضره بعد صلاه العشاء، ونخليها مثلا برضه انا في دماغي الكلام ده، مش عايز اطول المحاضره عن ماكسيموم ساعه ونص ولا ساعتين الا ربع ماكسيموم، بعد كده هرتبها يعني. فالنهارده خلينا بس ان نكمل وباذن الله تعالى. طب في اي سؤال تاني او حاجه؟ طيب اتس اوكي اتس اوكي اتس اوكي اتس اوكي اتس اوكي اتس اوكي ماشي. طيب هنتكلم دلوقتي على الايه؟ احنا اتكلمنا قلنا لغايه البلاننج وشفناها المره اللي فاتت، وبتمنى انكم تكونوا قريتوه وعرفتوه وعرفتوا ايه الدنيا ماشيه ازاي. هنتكلم دلوقتي على الايه؟ على السبورت. يعني ايه سبورت؟ السبورت ده عباره عن مجموعه المتطلبات عشان اعمل اوبريشن، عشان اخد البروسيس بتاعي بقى، ان انا حصل الان بروسيس اعمل كذا ويطلع من البروسيس ده الثاني كذا الثالث كذا الرابع كذا. هنعرف دلوقتي اول حاجه في السبورت ايه؟ الريسورسز. احنا لو كنا بنقول عناصر الانتاج ايه؟ فور ريسورسز، فور ام، مش كده؟ عشان انت يبقى عندي مان باور، ماتيريال، ماشينري، ماني، صح؟ فالريسورسز، الريسورسز هنا بقى عشان اشتغل الكواليتي سيستم عندنا ايه؟ جنرال The organization shall determine and provide the resources needed for the establishment, implementation, maintenance, and continual improvement of the quality management system. And the organization بتاعي لازم تحدد وتبروفايد ويكون موجود عندك الريسورسز اللي هي الامكانيات او الموارد اللي هي ايه اللي احنا محتاجين لها عشان نستبلش، عشان ننشئ النظام ونطبقه ونعمل له مينتنس، يعني نعمل له صيانه، ونعمل له ايه؟ كونتينوال امبروفمنت او كونتينوس امبروفمنت بتاع الكواليتي سيستم. خلاص؟ طيب. The organization shall consider the capabilities of and constraints of existing internal resources. انا عندي في الشركه ايه؟ internal resources. يبقى انا ايه؟ سواء بقى الاربعه اللي هو مان باور، ماتيريال، مان كابيتال والاخر، اللي هي الكابابيلتيز وال احنا دلوقتي في الايه؟ الكابابيلتيز بتاعت والمعوقات للايه؟ للاكسترنال انترنال ريسورسز اللي عندي اللي جوه الشركه. وات نيدز تو بي اوبتيند فروم اكسترنال بروفايدرز؟ ايه الاحتياجات اللي انا عايز اتحصل عليها من فين؟ من الاكسترنال بروفايدرز، من الايه؟ من الموردين الخارجيين. يعني في حاجات عندي انا جوه الشركه ريسورسز، وفي حاجات انا ايه بحصل عليها من الاكسترنال بروفايدرز. طيب اول ريسورس دايما بيبقى ايه؟ البيبل. يعني دايما بقول الكلام ده من سنين طويله قبل ما نعرف كوكب الصين، ولا من سنين كوكب اليابان، لان الصين اليابان ما عندهاش حاجه غير الانسان. اي حاجه ثانيه بتستوردها، تستورد البترول، بتستورد الخامات، بتستورد المعدات، مش عايز اقول بتجيب فلوس كمان من بره يعني هي عندها انسان. الانسان لما بيبقى كويس، ما بيتبنى كويس ويتم الاهتمام بيه، هو ده اللي بيقوم عليه اي حضاره، بيقوم عليه اي تقدم، بيقوم عليه اي كونتينوس امبروفمنت.
يعني يعني ودي كلمة مشهورة، ودي يعني يعني إيه، محدش يعتقد إن 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 يعني نخلي عندنا أولا ثقة في أنفسنا. أنا قلت لكم قبل كده إن أنا ممكن أبقى واخد أي بي إم إيه، واخد دكتوراه في الإدارة من أعلى جامعات في العالم، وأدخل شركة ما ملهاش ورافضين، يعني أصحاب الشركة أو إلى آخره رافضين يتقبلوا أي نظام ورافضين يعملوا نظام. فيعني ما فقدتش ثقة في نفسي، بقول أنا فشلت. لا، أنت النظام ده أنت ما أنتش عشان كده دايما حتى في الكواليتي بيقولوا إيه؟ ده أول برنسبل لو أنت بدأت تشتغل في الكواليتي، يقول لك أنت لو عندك حصان ممكن توجهه ناحية المية عشان يشرب، إنما مش ممكن تغصبه إنه يشرب. يعني كنا بعمله إيه ك ك ك ك كيو إي تو سي أو ك ك كواليتي أشورنس، إن أنا بوجه المكان أو المؤسسة أو المشروع للإيه؟ الاتجاه الإيه؟ الاتجاه السليم. هو بقى مش عايز يمشي سليم وحر بقى، ما يبقى الموضوع كله هيفشل. يبقى انا لازم ابقى انا عندي بقى، انا كبروجكت مانجر او كليدر او الى اخره، يبقى انا عندي القوه ان انا اقول للي رافض ده شكري منك، شيك هاند مع الف سلامه، او اصلحه او اعرف هو مشكلته ايه او الى اخره. لان ما فيش نظام في الدنيا ما بيلاقيش اللي هي الايه اللي هي رفض التغيير، يعني اللي هو ايه رفض يعني يعني ريجكتنج التغيير. الريسورسز زي ما قلنا ايه؟ اول حاجه البيبل، اهم حاجه في الريسورسز الانسان. لو الانسان كويس وربيته كويس وعلمته كويس، الانسان بيه اشتغل بتشتغل علشانه، هو الوسيله هو الهدف. لو انت بتاسس اي حضاره، اي بلد، اي نظام، انت بتاسسها بمين؟ بالانسان. طب وسلمها في الاخر مين؟ للانسان. فلو الانسان ما هوش معد وما هوش على درجه من العلم والثقافه والفكر وكاركترستكس امور والكاركترستكس اللي هي بتاعت الانسان نفسه، لو هي مش متظبطه كويس، لو انت عمل بنيت له قصور وتدخل قصر، هتلاقيه يعني برضه بيتصرف صح. فايه الريسورسز people or organization shall determine and provide the person necessary for the effective implementation of its quality management system and for the operation and control of its processes. المؤسسة لازم تحدد وتجيب البشر اللي ايه؟ اللي هم هينفذوا ال implementation صح، ينفذوا صح بتاع ال quality management system بتاع بعض quality management system بتاعنا اللي هو 9000 واحد. يبقى انت عندك الناس الكواليفايد الجاهزين هم ايه؟ مش كتر ولا مثلا ولا هجيب عباقرة، لا كل واحد يبقى ايه جوه الحدود اللي هو عاملها. يعني مش كل الناس مدير مشروع، مدير مشروع عنده ايه؟ عنده بيرفورمانس انديكيتورز، ده هو زي الكومبيتس بيرفورمانس انديكيتورز دي اللي انا هتكلم عليها في تاني لقاء معانا زمان او مشتغل. يعني اسمها كومبيتس بيرفورمانس انديكيتورز، فدي عشان نعرف مدير المشروع بيبقى ازاي. وكل واحد بقى في الشركه اذا كان شؤون ماليه، شؤون اداريه، مخازن، الراجل الاداري، الراجل بتاع البوفيه لازم يبقى عارف ان هو مثلا يعمل فنجان القهوه بشكل معين وبلغه معين وتحطه بشكل معين على الترابيزه بتاعته او على الصينيه بتاعته، وجنبها كوبايه ميه معموله ازاي او كاس معمول ازاي. فدي كل دي حاجات بني ادمين بشر، يعني او وجسال ديبتيرمن فور ذا بيرسون نيسيسري the effective implementation of its quality management system and for the operation and control of its processes. ان انا بجيب البشر اللي هم يعملوا ايه؟ يعملوا بينفذوا الامبلمنتيشن بتاع الكواليتي سيستم بتاعهم لايه؟ وللاوبريشن للتشغيل وللكنترول وللتحكم فيه في البروسيس بتاعه اللي هو الاوفرول بتاعه. يعني كل واحد عنده من هنا لهنا وبيسلم في الاخر ايه عشان فوق الفاينل برودكت. طب السبورت بقى الريسورسز تاني حاجة دي اللي هي الانفراستراكشر. الانفراستراكشر دي اللي هي البنية التحتية. وطبعا احنا عارفين البنية التحتية في أي مدينة مثلا أو بتاع اللي هي إيه؟ الطرق والمجاري وشبكات المية وشبكات الكهرباء والصرف الصحي، جميع أنواع الحاجات اللي هي لازمة يعني إيه؟ لاستخدام المكان. فهنا برضو إيه؟
جميع الحاجات اللي لازمه لايه؟ لتطبيق السيستم او الامبريشن بتاع السيستم. الاورجنايزيشن شال ديترمن تحدد وبروفايد وتجيب او توفر ومينتين بتصور الانفراستراكشر نيسيسري لاوبريشن اللي هو البنيه التحتيه اللازمه فور اتس بروسيسز اند تو اتشيف كونفورم تو بلو سيرفيس اللي هي تعمل ايه؟ اللي هتشغل البروسيسز اللي هي الاجراءات او العمليات تو اتشيف كونفورمتي برودكتس اند سيرفيسز اللي هي تحقق بيها الايه؟ التطابق بتاع المنتجات والايه والخدمات. نوت انفراستراكشر كان انكلود الانفراستراكشر بقى عباره عن ايه؟ البيلدينجز اند اسوشيتد يوتيلتيز المباني اللي هشتغل فيها والايه والخدمات بتاعتها. يعني مش انا عامل شركه فيها مباني يبقى فيها الخدمات بتاعتها، شغال في مشروع في المكاتب وفي المخازن وفي وفي وفي، واتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده في مره اللي هي اليوتيلتيز بتاعت الايه البروجكت. طيب equipment including hardware and software كل الايه المعدات equipment دي بتندرج تحتها كل حاجه، الماشينري تحتها كل حاجه. لا هي يعني في الفور ام هي ام واحده بس بتاعت الماشينري، لكن كل ده دخل تحت الماشينري اللي هو الهاردوير والسوفتوير. هنا الاكويبمنت من ضمن الانفراستراكشر بتاعت النظام اللي ايه بقى الهاردوير والسوفتوير. انواع الكمبيوترز ممكن يبقى كمبيوتر مثلا جايب كمبيوترز اي كلام، جايب حاجات متقدمه، جايب مثلا بشتغل بخزن ازاي، بعمل ازاي، بخدم ازاي. ده بالنسبه للهاردوير. السوفت ويرز بقى انا بشتغل بايه؟ هل عايز اشتغل بالاكسل وبس ولا عايز سوفت ويرز؟ بشتغل بالبيم ولا بشتغل برضه ماسك حته حته وعمال بقعد بسوفت وير مش وحش بس ايه مش متقدم زي مثلا السوفت وير بتاع البيم. ترانسبورتيشن ريسورسز اللي هي ايه؟ الموارد اللي هي بتاعت الانتقالات، يعني انا بنتقل باقي المشروع ازاي، بتحرك جوه المشروع ازاي وهكذا. انفورميشن اند كوميونيكيشن تكنولوجي دي من اهم الحاجات اللي هقول عليها برضه الاي تي، الانفورميشن اند كوميونيكيشن تكنولوجي اللي هي الانفورميشن تكنولوجي والكوميونيكيشن تكنولوجي. احنا اتكلمنا على الكوميونيكيشن برضه في لقاء او لقاءين من زمان. الكوميونيكيشن دي باع جميل يعني شغل حلو، وان ده ان البروجكت مانجر بيقضي زمان لغايه مثلا كام سنه فاتوا كان بيقول 70%، دلوقتي لا، دلوقتي اخر كلام في المراجع وفي الابلكيشن ان مدير المشروع بيقضي 80% من وقته في الايه؟ في الكوميونيكيشن. الكوميونيكيشن ده بيبتدي من كل حاجه، من اول الاداره العليا بتاعته لغايه اللي هو جوه 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 مثلا بروجرام، هيبقى واحد بيقول بروجرام مانجر، جوه بورتفوليو هيبقى البورتفوليو مانجر، جوه شركه يبقى الجنرال مانجر بتاع الشركه وهكذا. طيب سبورت بنتكلم على الريسورسز هنا. environment for the operation and processes اللي هي الايه؟ البيئه للايه؟ للاوبريشن للاوبريشن التشغيل والايه؟ والاجراءات. The organization shall determine, provide and maintain the environment necessary for the operation of its processes and to achieve conformity of products and services. التنظيم بيحدد وبيوفر وبيعمل صيانه لايه؟ للبيئه اللازمه عشان الاوبريشن يبقى كويس. يعني البيئه بقى هي تحط تحتها كل حاجه، تحط تحتها مثلا الجو، درجه الحراره، درجه الرطوبه، يتحط فيها المستندات معموله ازاي، يتحط فيها العفش معمول ازاي، الجو العام بتاعها دي اللي هي الانفايرمنت of its processes and to achieve conformity to products and services اللي هي بت ايه بت بت بتحقق التطابق او التوافق مع الايه مع المنتج والخدمات. نوت a suitable environment can be a combination of human and physical factors such as ال environment المناسب لازم يبقى ايه خليط من العناصر البشريه والعناصر الفيزيائيه. زي ايه بقى؟ السوشيال، السوشيال ايه؟ اللي هو ايه؟ نون ديسكريميناتوري، يعني اللي هي فيها ايه؟ اللي هي الديسكريميشن اللي هي التمييز، او يعني التمييز يعني مثلا
نقول ده صعيدي، ده فلاح، ده مسلم، ده مسيحي، ده مصري، ده تركي، يعني ما فيش حاجه اسمها تمييز على اي حاجه نهائيا. ده دي ديسكريميشن، ده من اخطر الامور اللي بتفسد اي حاجه وتبوظ اي حاجه في العالم كله والاخره، ودي في الدول المتقدمه دي جريمه جريمه. يعني ديسكريميشن، لو انا اشتغل في مكان واثبت ان انا ديسكريميتد فيه، اتقال لي مثلا روح يا مصري مثلا، ولا روح يا عربي، ولا روح يا مسلم، ولا روح يا مش عارف ايه، دي قضيه واكسبها. يعني لازم يبقى كالم، السوشيال نفسه لازم هادي، نون كونفرونتيشنال، ما فيهوش الكونفرونتيشن اللي هو التضارب وال اللي هو الكونفرونتيشن، يعني ان احنا بنخبط في بعض، يعني اللي هو ايه، خلاص. طيب سايكولوجيكال بقى، اللي هي ايه، سايكولوجي النفسي بقى، الستريس ريديوسنج، لازم يبقى عندي ايه، بقلل الضغط العصبي، ستريس ريديوسنج، ما يبقاش في ضغط عصبي. ماشي الحال. طيب عندنا بسم الله الرحمن الرحيم، بيرن اوت بريفنشن. بيرن اوت بريفنشن عباره عن ايه؟ اللي هو الارهاق، يعني ما يبقاش الجو العام ارهقت الناس بتاعتي، اقعد يشتغل مثلا غصب عنه كذا كذا. يعني انت في اليابان في حاجه اسمها ورك اوليك، يعني الياباني بتشيله من على شغله بالعافيه، ورك اوليك، عشان لما تسمع التورك بتعرف يعني مدمن عمل. فالياباني كده، يعني دي يعني دي كلمه عاديه في اليابان، يعني ورك اوليك يعني مش عايز اروح، بيستمتع بشغله، شغله فيه نظام، وشغله فيه علاقات. وعلى فكره احنا يعني ايه، حتى هنا في مصر بيقول واحد يا بيه يا باشا بتاع، تقول لك انت بقى ده الباشا، وقت خلصوا البهوات خلصوا. انت بتشتغل مع يابانيين يقول لك مثلا مستر حسين صن، مستر هيجوشي صن، مستر صن، دي يعني ايه بيه باشا، يعني ترم معين انت يعني ايه، يعني بتاخد احترامك. يعني بقول لحد يا بيه او يا باشا او بتاع، انا مش برجع لورا او بتاع، ده نوع من التقدير ونوع من ان يعني ايه، وتلاقي مثلا بيتعاملوا مع بعض يعني بادب، كبير صغير في انحناءه كده خفيفه لبعض. يعني العلاقات الجميله دي بتفرق كتير قوي في الجو العام، الشغل بتلاقي نفسك يعني ايه. طيب البيرن اوت بريفنشن زي ما قلنا، اللي هو منع الارهاق، يعني ما افرضش حاجه، يعني اليابانيين ما بيفرضش علينا، هو اشتغل، هو بيحب شغله، اما عليه نفسه تعب او خلاص ماشي. الايموشنالي بروتكتيف، ايموشنال بروتكتيف اللي هو بيبقى ايه؟ بيبقى الوقائي عاطفيا. يعني ايه؟ ما فيش بقى ايه؟ ما بيستثارش، مش هو تاثيره بحاجه معينه، لا، ده الايه؟ ضمن الايه؟ الانفايرمنت بتاعه. الانفايرمنت السيكولوجيكال. طب الفيزيكال بقى انفايرمنت، الجو اللي هو الفيزيكال اللي حواليه، الجوانب الماديه، تمبريتشر والهيت. يعني ايه التمبريتشر اللي هي الحراره، درجه الحراره، الهيت اللي هي الحراره نفسها او النار نفسها، الهيوميديتي اللي هي الرطوبه، اللايت لا يبقى زايد ولا يبقى ناقص، يبقى معمول صح، يبقى كام لاكس الحته، يعني اللاكس بتاع المكاتب غير اللاكس بتاع الحمامات، غير اللاكس بتاع الممرات، غير اللاكس بتاع اي حته، اللي هو ايه اللايت نفسه، درجه اللايت نفسه، وضع الاناره معموله ازاي، الاير فلو ماشي ازاي، في تكييف مثلا ضرب في حته معينه، لو في تكييف، لو ما فيش تكييف الهواء اللي جاي مظبط مثلا المكان، بحيث مثلا الهواء يجي من الشمال، ويعني طريقه الاير فلو اللي داخل جوه، هل هو مضايقك ولا كويس؟ يعني طب اللي بيصمم التكييف ده يخلي الهواء اللي داخل مقرف، يعرف كل اللي بيشتغلوا جوه وبيعمل دوشه، هايجين اللي هي الصحه، والنويز، النويز دي في دارك خطوره برضه، يعني النويز ده، واتكلمنا الكلام ده في قبل كده، النويز اللي هو الضوضاء دي، وقلنا الكلام ده قبل كده. في الصين في طريقه الاكل بالضوضاء، يعني يجيب واحد يعرضوه للجفوف والضرب جامد لغايه ما يوصل ان هو يموت. طيب these factors can differ substantially depending on the products and service provided.
كل الفاكتورز دي انت ممكن تختلف اختلافات اساسيه تعتمد على ايه؟ على البرودكت وعلى السيرفيس بروفايدد وعلى الايه؟ وعلى الخدمات. يعني ورشه حداد هم قاعدين بيدققوا هتعملوا ايه؟ انما دلوقتي المستشفى النويز ده لازم يبقى ما فيش. يعني الفاكتورز اللي حكينا عليها قبل كده دي كلها بتاع الانفايرمنت بتختلف من ايه؟ من بين البرودكت وبين السيرفيس اللي هتحتاجها. طيب الريسورس بقى هنا ايه؟ مونيتورنج اند ميجرنج ريسورسز. الريسورسز اللي كنا اتكلمنا عليها دي او اللي هي المطلوبه بعملها مونيتورنج يعني براقبها وبقيسها. يعني انا جايب ريسورسز معينه، كم انسان جايب، كمبيوترز قد ايه، جايب سيستمز قد ايه، جايب قد ايه، لازم انا بقى ايه؟ يبقى في نظام المراقبه والايه والقياس. يبقى هنا ايه الفانكشنز اوف مانجمنت؟ افتكرها اللي هي ايه؟ بلاننج، اورجنايزنج، ليدنج وكنترول. خلاص؟ فالكنترول الليدنج والكنترول فيهم الايه؟ فيهم المونيتورنج والكنترول. فالمونيتورنج اللي هي المراقبه والميرجنج اللي هي ايه؟ قياس الريسورسز اللي موجوده، انا جبت قد ايه؟ هل هم مكفيين مش مكفيين؟ زياده او اقل؟ يبقى انا يعني ايه؟ بتبقى خاضعه للمجموعه والريسورس. General organization shall determine and provide the resources needed to ensure valid and reliable results when monitoring or measuring is used to verify the conformity of products and services to requirements. الorganization اللي هي التنظيم لازم يحدد ويورد الريسورسز اللي هي الموارد اللازمه او المحتاجه لايه؟ عشان ااكد او valid and reliable results. valid results يعني نتائج يعتمد عليها ونتائج سليمه يعني. ومورتنج اور ميجرنج از يوزد تو فيريفاي ذا كونفورمد كود اند سيرفيس ريكويرمنتس. يعني لازم يبقى فيه ايه؟ مونيتورنج وايه؟ وميجرنج. organization shall ensure that the resources provided مالها بقى؟ يعني الاورجنايزيشن اللي هو التنظيم بتاعه لازم يضمن ان الموارد اللي هو موفرها مالها are suitable for the specific type of monitoring and measurement activities being undertaken. اللي هي suitable اللي هي سليمه او صالحه او ملائمه لل specific type of monitoring لنوع المونيتورنج، نوع المراقبة والقياس بتاع الأنشطة اللي احنا هنعملها. ما انا بعمل مونيتورنج لإيه؟ للأكتيفيتيز اللي أندرتيكن. فلازم يبقى التايبس أوف مونيتورنج أند الكلام ده كله بيبقى إيه؟ الرسل اللي أنا محققها لازم أنت بتعمل إيه؟ تبقى شيء ملائمة للنوع المونيتورنج المخصوص والقياس بتاع الإيه؟ بتاع الأكتيفيتيز. are maintained to ensure their continuing fitness for their purpose. maintained يعني هيبقى محافظ عليها، يعني هي مش صيانه بقى، ان هي محافظ عليها ان هي عشان ايه؟ ناكد ان هي هتستمر في انها تبقى فيت، تبقى يعني مناسبه وملائمه للايه؟ للاهداف بتاعتها. دول ايه النقطتين اللي هم ايه؟ الاورجنايزيشن لازم ياكد النقطتين دول. The organization shall retain appropriately documented information, as evidence of fitness for purposes of the monitoring and measurement resources. ان المنظمه او الهيئه او لازم ايه؟ تريتين appropriate documented information. ان اي خطوه بتتعمل يبقى لها documentation بتاعها، الريبورتنج بتاعتها، inspection request بتاعها، كل documentation بتاعها والانفورميشن بتاعته في ايه؟ ان دي as evidence of fitness. ان هي مناسبه لايه؟ لل evidence يعني يعني مناسبه ومرتبطه بالهدف بالهدف بتاع المونيتورنج اللي هو المونيتور اللي هي المراقبه والايه والقياس. طيب احنا فين؟ انا مش عايز سبورت. طيب
انا هخلص السبورت النهارده، هو مش عايز اتحمل عليكم قوي، هيفضل عندنا فيها في موضوع بعد كده الاوبريشن والبرفورمانس ايفالويشن والامبروفمنت، ثلاث موضوعات فيهم برضه مش قليل، هيبقى في حوالي 40. بس انا عايز ادي فرصه اصلا، لان المره اللي فاتت انا حسيت ان كان الموضوع يعني الكلام ده اصله مش يعني مش مطروق او مش، وبعدين موضوع هام، انا مش هطول عليكم النهارده قوي، يعني هخلص السبورت ده ونحاول نتناقش شويه. طب في حد عايز يسال حاجه او يتكلم في حاجه او اي حاجه نكسر الحده اللي احنا فيها دي؟ ايه التتبع يعني قياس التتبع يعني تريس ابيليتي، هي بتتقال تريس ابيليتي ساعات بتكتبها تراك ابيليتي يعني، بس هي التتبع يعني، فقياس التتبع هنقول يعني ايه قياس التتبع في المونيتورنج والميجرنج. طيب وان ميجرمنت تريس ابيليتي از ا ريكويرمنت، يعني عايزين نقيس مقدار التتبع بتاع اي شروط، or is considered by the organization to be an essential part of providing confidence in the validity of measurement results. Measuring equipment shall be. علشان يعني ايه or is considered by the organization ان يعني ان هي متاخده into consideration، يعني متاخده في الاعتبار من المنظمه او التنظيم او الشركه او المشروع، كبيره essential part essential part، ان هي تبقى جزء رئيسي لايه لاعطاء الثقه، اعطاء providing confidence في الفاليديتي في الميجرمنت ريزلتس، يعني انت بتتتبع القياسات اللي ميجرمنت اسسابيلتي خلاص، ان انا التتبع القياسات دي شغله بتاعت ايه؟ السيكس سيجما اللي هي بتقول انت عملت مثلا كم عمليه؟ كم تتبع؟ كم كم كم؟ وعندك كم خطا في المليون؟ السيكس سيجما 3.4 ديفكت بير مليون. طبعا مش كل حاجه 3.4 بير مليون، دي يعني الحاجات اللي هي يعني وبعدين مش موجوده في كتير، مثلا مش بتكلم على اليابانيين هم احسن ناس في المواضيع دي يعني. كاليبريتد لازم الميجر اكويبمنت شال بايه بقى؟ يعني القياسات الاجهزه اللي بعمل القياسات دي لازم تبقى ايه بقى؟ كاليبريتد وفيريفايد اور بوث، لازم تبقى كاليبريتد معايره ومحققه، يعني الاجهزه اللي انا بقيس بيها هذا التتبع هذا بشكل او باخر او هذا القياس، انا مثلا بقيس اجهزه مثلا توديليتات، بقيس عندي معمل، عندي اي حاجه في الموقع، اي قياس او اي حاجه لازم تبقى ايه؟ كالبريتد او اور فيريفايد او بوث، يعني تبقى معايره ومتحقق منها ويعني متاكد ان هي سليمه، او الاثنين مع بعض، او اعمل الاثنين اس سبيسيفايد انترفلز، يعني عاده مثلا لو انا عندي معمل، عندي مثلا الكومبريشن ماشين بتاع التستنج ست شهور، الموازين لازم يعني في الافرج جدا في ست شهور الحاجات دي تبقى كالبريتد وفيريفايد، لكن هي مظبوطه وفيريفايد، الموازين ميزان القامه او الـ يعني اي جهاز مساحي برضه بقى نفس القصه والدربلز وبرايورتي يوز against measurement standard traceable to international or national measurement standards، يعني لازم قبل ما استخدمها اقيس القياسات دي بستاندرد traceable to international measurement standards بستاندرد اللي هي الستاندرد اللي هي الـ يعني ستاندرد measurements قياسات قياسية يعني خلاص. when no such standard exists، لما ما لقيش قدامي حاجات قياسية موجودة مقاييس قياسية، يبقى ايه؟ the basis used for calibration or verification shall be retained as documented information. لو انا ما فيش standard
ستاندرد اللي هي يا ربي معلش بتتوه مني كلمات العربي احيانا. ستاندرد اللي هي المعايير خلاص. يعني لو ما فيش معايير القياسات دي او ما لقيتش او اخو بعمل ايه؟ بخلي بحط معايير معينه خلاص اللي انا استخدمتها للقياس او للمتابعه، وايه؟ واحطها كدوكيمنت انفورميشن، يعني ان انا اشيلها عندي، ان دي الريفرنس اللي انا اشتغلت بيها. خلاص؟ طيب. Identified in order to determine their status. بحطها بالترتيب عشان احدد ايه الموقف بتاعها. التاريخ كام؟ كميات ايه؟ بوزيتيف بلس ماينس واخرها. في identification. Safeguarded from adjustments. محفوظه من التعديلات او الدمج او انها تخسر او deterioration الانهيار او خلاص. That would invalidate the calibration status as subsequent measurement results. يعني اي جهاز عندي لازم ايه محفوظ او مؤمن ان هو يحصل له ايه adjustment. واحد مثلا يظبط في حاجه، يعمل في حاجه او يكسره او يدمره، لازم يبقى في ايه مؤمن ضد كده. يعني the organization shall determine if the validity of previous measurement results has been adversely affected when measuring equipment is found to be unfit for its intended purpose and shall take appropriate action as necessary. المؤسسة نفسها لازم تحدد إذا كانت الفاليديتي اللي هي الفاليديتي حاجة فاليد، يعني إيه of previous measurement results. الفاليديتي اللي هي يا ربي اللي هي بتاعت القياسات اللي هي يعني اللي هي ما تأثرتش بالميجرنج اكويبمنت، او لو الميجرنج اكويبمنت دي كان لها تأثير على القياسات لازم يبقى ايه لازم تبقى واضحة ومسجلة خلاص. و shall take appropriate action as necessary. لو هي مأثرة عليها وأثرت عليها خلاص لازم آخد ايه يعني ايه appropriate action، ان انا مثلا اشتري جهاز جديد، اعمل في ايه immediate action، ما اقعدش اشتغل مثلا بميزان او مثلا بسوبر ستيشن او باي حاجه له معاير ولا الى اخره. يبقى استعباط، يبقى انا بضحك على نفسي يعني في الاخر، كل نتائج هتبقى غلط. يعني لازم يبقى عندي immediate action. طيب احنا كده في السبورت هانت. طيب resources organization knowledge. The organization shall distribute the knowledge necessary for the operation of its processes and to achieve conformity to products and services. المنظمة أو الجهاز أو الشركة لازم تحدد المعلومات أو knowledge المعرفة المطلوبة أو الأساسية أو المفروضة للأوبريشن بتاعت للتشغيل بتاع البروسيسز بتاعت بتاعتها to achieve conformity to product and service. وت إيه البروسيس وإن هي بتحقق التطابق مع الإيه مع products و services. يبقى هي لازم يبقى في knowledge مؤكدة عند الناس اللي بتشتغل ان هي هتحقق ايه الكونفورميتي، التطابق مع البرودكت المنتجات او الخدمات. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص. This knowledge shall be maintained and be made available to the extent necessary. النولج ده المعرفه دي لازم تبقى محفوظه ولازم تبقى ايه موجوده to the extent necessary. extent necessary يعني لازم معروفه للناس اللي ايه اللي طالباها او اللي بتشتغل بيها. When addressing changing needs and trends, the organization shall consider its current knowledge and determine how to acquire or access any necessary additional knowledge and required updates. لما اضطر او ان انا عاوز اعمل تغيير يبقى لازم ايه يبقى لازم لازم ان انا
يعني لما اعمل تغيير مطلوب needs and trends, when addressing changing needs and trends, لما اقول بقى اقول ان انا عندي احتياج للتغيير او اتجاه للتغيير, the organization shall consider its current knowledge and determine how to acquire or assess any such knowledge and acquire dates. يعني لازم المؤسسه نفسها تعمل ايه؟ تاكواير يعني ايه؟ acquisition اللي هو الحصول على الحاجه, فانها لازم تحصل او يعني توفر او تدخل يعني any necessary additional knowledge, تدخل اي knowledge زياده. يعني لو حصل ان يتغير النولج اللي هو او النولج المطلوب للتغيير فوق مستوى الناس اللي هي بتشتغل في الكلام ده كله, يبقى هي لا تفترض ان هي تجيب ايه necessary knowledge, سواء بقى بالتريننج للناس اللي موجوده او انها تجيب حد اوريدي جاهز ان هو يبتدي ايه يشغل الكلام ده من اول اخر. معلش, هو الكلام يبدو صعب ويبدو غلس او يبدو نظري او يبدو اكاديمي, لا بس الحقيقه اللي اشتغل بالايزو حاسس بهذا الكلام, حاسس هو الموضوع ابسط من كده بكتير. بس ده الكلام زي ما هو, يعني كلام ادمينه ده نخلي بالنا. ان شاء الله الناس اللي حضرت كلها هنبعت لها السلايدز دي بي دي اف دي. لو جبت الايزو 9001 2015 بالكلمه بالحرف بالنص كده, يمكن في الاول خالص في كام شابتر الاولانيين اختصرت شويه, لكن انا قصدت في بقيه الكلام ان انا يعني ايه اشرحه. على فكره الموضوع ده موضوع ماستر وموضوع دكتور, يعني موضوع في الرساله الكبيره في بعض, وموضوع دكتوراه يعني اذا كان الايزو او ال اسمه ده اللهم صل على اشرف النذير الفيديك, برضه الفيديك كان كسيستم انترناشونال, برضه هنشوف اذا كان في مجال ان انا اعمل لكم برضه فيدك برزنتيشن بهذا الشكل. ماشي, يعني مش هنستخسر حاجه, لكن ربنا عطينا عمر وعطينا استمرار والناس بتوع بيم اريبيا يعني ان شاء الله يكون عندهم وقت ويكون عندهم يعني ساعه ان احنا يعني ده امر الله سبحانه وتعالى. يعني خلاص الريسورسز بقى 7-1 الريسورسز نفس السبورت الاورجنايزيشن نولج نوت 1 organization knowledge is knowledge specific to the organization. الملاحظه الاولى المعرفه التنظيميه دي المعرفه المخصصه للاورجنايزيشن للتنظيم. It is generally gained by experience, ودي عاده تبقى مكتسبه بايه؟ بالخبره. organization knowledge يعني انا شركه بتاع اي حاجه معينه اكل هيبقى عندها معلومات عن الاكل عن كل حاجه بقى, ابتداء من طلبات السوق لاختيار المواد للطبخ دي الاورجانيزيشن نولج بتاعته. It is information that is used and shared to achieve the organization's objectives. دي اللي بتحقق ايه؟ اهداف المؤسسه نفسها. دي اللي هي الاورجانيزيشن نولج الاولانيه. نوت 1. طيب نوت 2, الاورجانيزيشن نولج كان بي بيزد اون ايه بقى؟ حاجتين. في internal sources يعني في مصادر داخلية وفي مصادر خارجية. طيب هتتكلم على الايه؟ النولج اللي هي النولج اللي هي المعلومات او المعرفة بتاعت الايه؟ المعرفة التنظيمية او المعارف التنظيمية. بتبقى قايمة على ايه؟ أو internal sources اللي هي الايه؟ intellectual property اللي هي الشخصية intellectual property اللي هي الحاجات الشخصية بتاعته هو بتاعت الإنسان نفسه. خلاص, أو knowledge خلاص gain from experience المعلومات اللي هي مكتسبة بالخبرة. خلاص, دي المعرفة الشخصية أو property intellectually. خلاص, أنا هي ليها لها برضو إيه تيرمز, هشوف أنا مجهزه ولا لا. intellectual properties مش مشكلة, بس هي شخصية الإنسان نفسه يعني.
خلاص النولج جيند فروم اكسبيرينس اللي هي المعرفه المكتسبه بالخبره، ليسون ليرند فروم فيلرز اند سكسسفول بروجكتس الدروس المستفاده من المشروعات اللي نجحت او فشلت، كابتشرنج اند شيرنج ان دوكيومنتد نولج اند اكسبيرينس اللي هي الحصول او الكابتشرنج يعني اخدها سمثينج بتحفظ تستحوذ على حاجه، والشيرنج اللي هي الاشتراك في الان دوكيومنتد نولج. في نولج بتبقى ان دوكيومنتد يعني في حاجات في الموقع ازاي الطبليه بتشتغل، يعني ممكن نشتغل بالطبليه ازاي الموبايل بيشتغل، في حاجات ان دوكيومنتد نولج واكسبيرينس. فدي الحاجات دي كلها المفروض احنا نوزعها نعرفها، يعني انا مهندس قديم شويه وعارف الباب بيشتغل ازاي، عارف انها بتشتغل ازاي، خاصه بتصب ازاي، بتتفرج ازاي، كل جمله او الاخر لازم ان انا انقله لايه؟ دي اللي هي الانترنال سورس بتاعتي اوف نولج يعني. The results of improvements in processes, products and services. نتائج التحسين في processes اللي هي procedures يعني بتاعتنا او الاجراءات بتاعت الشركه، والبرودكتس products اللي هي برودكتس اللي هي المنتجات، يعني لو انا بنتج مثلا حاجه، لو انا مطعم بنتج اكل وبنتج سيرفيس، فايه برودكت وسيرفيس اكل وسيرفيس، يعني حاجه كونكريت بتستخدم والخدمه اللي هي من ايه من بتؤدى لينا. الاكسترنال سورسز بقى عباره عن ايه؟ ستاندردز اللي هو ايه؟ الستاندردز اللي هي يا ربي الستاندردز American standards 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 مش المقاييس، لا المعايير معايير المعايير المعايير اللي هي الستاندرز اللي هي المعايير بقى، يعني المعايير الامريكيه American standards Egyptian standards المعايير 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 اللي انا بقيس في مقابلها اي حاجه. الاكاديميك اللي هي بقى اللي هي شغل اساتذتنا الكبار مثلا اللي في الجامعات او في الابحاث او الى اخره، دول اساتذه كبار طبعا، دول يعني لازم نحطهم على راسنا ولازم نحترمهم ونقدرهم، واذا لم نحترم علمائنا يبقى احنا يعني ايه بيبقى سبب من الاسباب الكبيره لعدم النجاح يعني. الكونفرنسز كونفرنس اللي هي الاجتماعات او المؤتمرات، gathering knowledge from customers or external providers ان انا بجمع المعلومات من الايه؟ الكاستمرز اللي هي العملاء والايه او الموردين، اللي هي اخد نولج من الناس دي الاخر، دي اللي هي اورجانيزيشن نولج. طيب the organization shall في الكمبيوترز بقى بتكلم على الكمبيوترز، الكمبيوترز اللي هي الايه؟ المقدرات اللي هي لو تفتكر احنا في اللقاء الثاني كنا بنتكلم على الايه؟ الكمبيوترز بتاعت البروجكت مانجر، ففيها ثلاث انواع اللي هي البيبل والبرسبكتيف والبراكتس. هنرجع لها تاني، هنرجع الكلام ده كله هنرجع له في لحظه من اللحظات عشان نقارن نشوف بقى احنا ايه، هل احنا ماشيين في طريق الجنرال بروجكت مانجر، هل انا حققت الكلام الموجود ولا لا، وراجع معايا مع الثلاث نقط دول اللي هو الايه؟ البرسبكتيف والبيبل والبراكتس، موجوده في تاني لقاء على طول مع الكمبيوتر اللي هي بقى الايه؟ اللي هي مقدرات الانسان نفسه. Your essential shall determine the necessary competence of persons doing work under its control that affects the performance and effectiveness of the quality management system. ان انا لازم يبقى في مقدرات، يعني انا ما اجيش اشتغل تبقى كيو سي انجينير وانا ما عنديش مقدرات له، ما عنديش معلومات، ما عنديش دراسات، ما اعرفهاش، ببقى عارف اعمل ايه كواليتي اشورنس، وعارف يعني ايه ايزو، وعارف يعني ايه كواليتي كنترول، وعارف يعني ايه يعني ايه سيكس سيجما، يعني ايه الكلام ده كله. الكمبيوترز برضه ازاي اتعامل بهذا الكلام اللي هي الايه؟ الانسيسر كومبيتنسز، ده اي حد بيعمل اي شغل لازم يبقى كومبيتيتيف له، يعني عنده المعلومات بتاعته وعنده المقدره ان هو يعمله. Assume that these persons are competent on the basis of appropriate education, training or experience. لازم ااكد ان الناس دي البشر دول عندهم الكفاءه والمقدره على اساس الايدوكيشن التعليم المناسب والتريننج المناسب والتدريب المناسب او الخبره المناسبه، يعني مش كل الناس يبقى معاها ماجستيرات او دكتوراهات او حتى بكالوريوسات، لا
اللي هو كومبتيتيف ان هو يعمل هذا الكلام. يعني انا في مشروعات كبيره بسيطه في مصر هنا، انا كان معايا واحد احترامي له، ده من اقدر الناس يشتغل معايا، كان تحت ايده مهندسين بال 20 و25 سنه، وهو سينيور كونستراكشن مانجر على كل الكونستراكشن مانجر الموجودين في مهندسين اوروبيين بتاعه، وهو مش خريج هندسه، خريج يعني حاجه اقل من الهندسه شويه، وراجل عظيم ومحترم، وحاليا هو ماسك قطاع كبير في شركه مقاولات من كبار شركات مقاولات في مصر، وانا بعزه جدا وبحبه جدا، الناس المحترمه جدا 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 جدا. Ensure that these persons are competent on the basis of appropriate education training or skills. لكن الناس دول بقى ايه؟ عندهم appropriate كده بنقول عليه دلوقتي. Where applicable, take actions to acquire the necessary competence and evaluate the effectiveness of the actions taken. لما يبقى وقت التطبيق بقى بناخد take action، بناخد اجراء ان احنا ايه؟ ناكواير نجيب الكومبيتنس النيسيسري، ان انا او اكتسب الاكوزيشن دي اكتساب النيسيسري كومبيتنس المعضلات المطلوبه، واقيمها واقيم افكتفنس تاثيرها على الاكشن تيكن. لازم اشوف وانا بشتغل كده هل الكومبيتنس بتاعتي ماشيه مع المطلوب مني ولا مش ماشيه معاه. Retain appropriately documented information as evidence of competence. احتفظ بالدوكيمنت بالمستندات المناسبه والمعلومات كايه؟ كاثباتات او كتاكيد للمقدره بتاعتي يعني، او المقدره بتاعت الناس كلها اللي موجوده في السيستم يعني الاورجنايزيشن. خلي بالك. طيب نوت ابليكابل اكشن كان انكلود يعني الاجراءات او الاكشنز اللي بتتاخد المطبقه ممكن ايه؟ تبقى تحتوي على ايه او تشمل ايه؟ على كمثال the provision of training to اللي هو ايه؟ ال provision of training اللي هو ما حدث من تدريب او خلاص او ما هو مطلوب من التدريب the mentoring of ماشي المنتورنج المنتور ده اللي هو ايه؟ الموجه يعني خلاص ده منتورنج اوف اللي هو الايه؟ التوجيه يعني اللي هو الموجه خلاص ذا منتورنج اوف اول ذا ري اساينمنت اوف كارنت ايبلود بيرسونز او لو انا ما فيش عندي ناس عندها كومبيتنسز لحته معينه او شغل معين ولقيت ان الكومبيتنس بتاعت الناس بتشتغل حاجه معينه مش قد كده اعمل له ري اساينمنت كانت بويد بيرسونز اعمل في اساينمنت اعمل له تريننج بقى اعمل له احطه في حته ثانيه اللي هو ري اساينمنت او هايرنج او كونتراكتنج اوف كومبيتنت بيرسونز يعني يا اما استاجر يا اما اقاول كونتراكت دي اصلا يعني بعمل كونتراكت مع واحد مش كونتراكت مقاولات اعمل كونتراكت مع واحد عنده الكومبيتنسز اللي انا محتاج لها للعمل ده. يعني مكتب فني مثلا انا ما عنديش ناس مكتب فني مثلا يعملوا لي السيل بيم سيستم، اجيب واحد بيم متخصص في البيم عشان يعمل المودلز مثلا، واحد تاني متخصص في البيم عشان يعمل لي الاركتكتشر، واحد يعني يا اما يجيني يعني هاير هيم هاير يعني اخده ليا واعينه يعني عندي، او اعمل له كونتراكتنج اديله معاه كونتراكت ان هو يعمل لي هذا الكلام، دي مكتب مثلا متخصص في البيم واخليه هو يعمل لي هذا الكلام بايه؟ بكمبيوتر بيرسونز. الاويرنس خلاص فاضل لنا خمس سلايدز او ست سلايدز معلش انا الحقيقه ما كنتش عايز اطول قوي كده لكن معلش الساعه 9 ونص دلوقتي مش عايز اتاخر اكتر من كده. الاويرنس اللي هي ايه؟ اللي هي التعريف يعني اللي هو الاويرنس اللي هي الوعي بالظبط الوعي خلاص الوعي. The organization shall ensure that
persons doing work under organizational control are aware of. عندهم وعي بايه؟ يعرفوا ايه؟ مستوعبين ايه؟ عندهم وعي بايه؟ الكواليتي بوليسي. الكواليتي بوليسي دي اللي هي سياسه الجوده للشركه قايمه على ايه؟ الريليفنت كواليتي اوبجكتيفز، اهداف الجوده ايه بتاعتي؟ اهداف الكواليتي اوبجكتيفز بتاعتي ايه؟ The contribution to the effectiveness of the quality management system including the benefits of improved performance. اهتمامهم او يعني ايه مساهمتهم قد ايه؟ مساهمتهم في الافكتفنس للكواليتي مانجمنت سيستم، يعني مدى مساهمتهم في الايه في 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 الافكتفنس في التحقيق او في الافكت اللي هو التاثير بتاع الكواليتي مانجمنت سيستم including the benefits of improved performance. وايه المكاسب في تحسين الايه البرفورمانس اللي هي performance اللي هي الأداء، تحسين الأداء. The implications of not conforming with the quality management system requirements. لازم في نفس الوقت أعرف التداعيات، التداعيات، يعني هو implication بتاعت حاجة معينة. Implication هو الترجمة العربية بتاعتها تداعيات، لكن هي implication دي اللي هي إيه؟ النتائج أو النتائج اللي ما يحمل حدث يعني. Implication of not conforming إن التداعيات من إيه؟ من عدم المطابقه او عدم الـ الـ مع ايه مع الكواليتي مانجمنت ريكويرمنتس. يعني لو انا اشتغلت في مكان في حته معينه في وظيفه معينه او في بمسؤوليات معينه بشروط معينه، وايه ايه بقى التداعيات لو انا مانيش قد الشغلانه اللي انا جواها دي؟ خلاص الكوميونيكيشنز كل ده ايه في تحت السبورت. ها internal and external communication relevant to the quality matters including ان المنظمه او الشركه او المشروع او الهيئه الحكومه او الامم المتحده او اي حاجه بتبقى عامله ايه؟ بتحدد الانترنال والاكسترنال كوميونيكيشن، بتحدد الكوميونيكيشن الداخليه اللي هي الاتصالات الداخليه والايه والاتصالات الخارجيه. On what it will communicate. انا هتصل عشان ايه؟ عشان اعمل ايه؟ لازم اعرف اول حاجه اكون عارفها. يعني وانا عايز اكلم تليفون كده خلاص بتسلى؟ لا، انا لو عايز اتكلم بالتليفون او ابعت خطاب او اعمل اي حاجه، اي نوع كوميونيكيشن كتير جدا بنتكلم عليها قبل كده، انا بعملها ليه؟ يعني ايه السبب؟ خلاص؟ وان تو كوميونيكيت، امتى اتكلم او امتى اعمل كوميونيكيشن ده؟ يعني دي وات وبعدين وان، امتى عن مثلا مشاغل لسه جاي الصبح، في وسط مشاكل بيعملها اخش له بالايه؟ ببروبلم عندي او بايشيو عندي محتاج تركيز، محتاج هدوء، بقى لازم ابقى عارف بالظبط انا كايه؟ ك ك ك ك كواحد عايز حاجه وعايز اخش اكوميونيكيت مع حد، اعرف ادخل امتى واعمل ايه؟ With whom to communicate؟ اكوميونيكيت مع مين؟ هل الموضوع اللي معايا ده عايز رئيس مجلس الاداره؟ ولا عايز المدير العام؟ ولا عايز مدير المشروع؟ ولا عايز مدير؟ لازم اعرف انا ايه هكومنيكيت مع مين. هاو تو كومنيكيت، لازم اعرف ازاي هعمل كومنيكيشن. هعمله كتابه، هعمله فيربال، هعمله بالتليفون، هعمله ازاي؟ هاو تو كومنيكيت. وبنفس الطريقه لازم ابقى برضه عندي كومنيكيشن سكيلز عندي تكون كويس. هو كومنيكيت، مين اللي كومنيكيت؟ مين اللي ياخد المبادئ يشتغل؟ هل الكلام ده هل انا اخلي مثلا مهندس صغير خالص مثلا في السايت يكومنيكيت مع رئيس مجلس الاداره مباشره او فوقيه مدير؟ ده مش تقليل من قيمته، خلي بالك، بس يعني في الايه الفيو، يعني الليفل اللي فوقيك او اللي فوقيه او اللي فوق اي حد، ده مش انزحه او شطاره، دي مسؤوليه. خلاص، فاللي بيحصل ايه؟ ان هو كومنيكيتس، ما جيش انا من تحت وانا مهندس مثلا عادي، او مش قصه، خلي بالكم، ممكن مهندس يبقى عنده 60 سنه وهو مهندس في الموقع، لا يعيبه، هو يعني ايه حابب كده، حابب يعيش كده، يعيش ان هو في الموقع، او هو مثلا اشتغل ديزاينر مثلا او الى اخره، لا تعيب حد ان هو تخصص في الحته دي. خلاص انا اظن انا مش عاوز او ما يعني ده انا بعتبر ان انا تخصصت في هذا الكلام وباحترفته وخلاص. هل ده اقول له مثلا انت بقى عنده مدير مكتب فني؟ مع ان مدير مكتب فني ممكن يبقى قد ولاده او حتى قد احفاده عشان يطلع ايشيو لمدير المشروع.
لا يبقى هو كوميونيكيتس برضه، مش قصه سن ولا قصه انا فين ولا قصه فين، هو كوميونيكيتس عشان الايشو يتحل. وبعدين برضه الكوميونيكيت يعني انا كل ما يعني هو مثلا انا عايز اقدم بروبلم او ايشو او مشكله لمديري لازم اقدمها، لو فيها مشكله يبقى لازم معايا الحل بتاعها خلاص. هو الكوميونيكيت برضه مين اللي يعمل الكوميونيكيشن؟ هل هو المهندس المكتب الفني الصغير او مدير المكتب الفني؟ قد يكون مدير المشروع هو اللي يشتغل يعمله، قد يكون مدير البروجرام. فايه بقى لازم تبقى واضحه الحاجات دي. طيب الدوكيمنت انفورميشن اللي هو ايه؟ معلومات الايه؟ المستند. الاورجنايزيشن كواليتي مانجمنت سيستم شال انكلود الكواليتي مانجمنت سيستم، نظام اداره الجوده بتاع الهيئه او الجهه او المنظمه او الشركه او الحكومه او اي حاجه، لازم يبقى فيه انكلود ايه بقى؟ documented information required by the international standard. كل ال documented information، كل المعلومات الموثقه المطلوبه من ايه؟ من ال international standard اللي هي الايه؟ ال ISO. يبقى عندك documented information. Documented information determined by the organization as being necessary for the effectiveness of the quality, quality system. Documented information برضه اللي هي المعلومات الموثقة المحددة من المنظمة نفسها اللي بتعتبر ان هي necessary هامة لايه؟ لل effectiveness لل effectiveness اللي هي للتأثير او النتائج او كفاءة الكواليتي مانجمنت سيستم، كفاءه الايه؟ الكواليتي مانجمنت سيستم اللي هو الايه؟ نظام اداره الجوده. The extent of documented information for the quality management system can differ from one organization to another due to درجه بقى documented information، درجه المعلومات الموثقه للكواليتي مانجمنت سيستم ممكن تختلف من تنظيم للتاني. طبقا لايه بقى؟ The size of organization، اتكلمنا في اول اللقاء بتاعنا، حجم الشركه او حجم المؤسسه او حجم الاورجنايزيشن. يعني انا في مشروع مسكته في مصر كان الاورجنايزيشن شارت كان فيه 170 واحد، في مشروع ثاني كان فيه اربعه خمسه. فانت طبقا للاورجنايزيشن بتاعك هو ده الايه؟ الدوكيومنت انفورميشن. And its type of activities، انواع الانشطه اللي فيه، انواع البروسيسز اللي فيه، والبرودكتس اند سيرفيسز. The complexity of processes and their interactions، مدى هي complexity هو مش تعقيد، complexity بيقصد بيها حجم التدخل اللي بينهم وبين بعض، يعني مش تعقيد. والبروسيسز يعني تدخل بروسيسز مع بعض، في حاجات زي بروسيس عمل الموضوع بتاعه ومشي وخلص، مش بروسيس تاني، دي سيمبل بس complexity. احيانا بتلاقي بقى في شرط، لو انت مثلا لو انت في كونديشن بقى بالفعل في الشرط، ان انا لو هي يس يبقى تدخل على كذا، لو هي كذا، لو هي زيرو تبقى كذا، لو هي اقل من زيرو تبقى كذا، لو اكثر من زيرو كذا، لو هي زيرو تبقى كذا. الكومبلكسيتي بتاعت البروسيسز وذير انتراكشن وتداخل البروسيسز مع بعض يعني. The competence of the person، دي من اهم الحاجات اللي هي الايه؟ جداره الانسان نفسه اللي بيعمل هذا document information. creating and updating، creating اللي هي الخلق، يعني الخلق او التكوين او العمل يعني. creating and updating document information. when creating and updating documented information the organization shall ensure appropriate aid. يعني عشان اعمل او ابديت اطور او اجدد او اعمل فيرجن ثاني من اي document، من اي document information، لازم المنظمه او الشركه او المشروع يعمل ايه؟ لازم يؤكد حاجات فلانيه. ايدنتيفيكيشن اند ديسكريبشن، لازم ابقى عامل ايدنتيفيكيشن. ايدنتيفيكيشن يعني تحديد، ايدنتيفاي تحديد الحاجه يعني، والديسكريبشن والوصف يعني مثلا ايه التايتل بتاعه، ايه الديت بتاعتها، ايه الاوتور، مين الريفرنس نمبرز. يعني طبعا ده بيبقى ايه؟ بيبقى فورم موجوده لازم تحط فيها الكلام ده، احدد الديسكريبشن بتاعك، جزء من الفورم اللي هيتعمل. الفورمات بقى اللانجوج،
هل هو بالفرنساوي بالعربي بالانجليزي بالتركي باي لغه. السوفت وير فيرجن لو انا بعمل بفيرجن معينه لازم تبقى موجوده. يعني انا ما ينفعش مثلا انا اشتغل دلوقتي بايزو 99 او بايزو 2008 او بايزو 92، لا بايزو ايه 2015 مثلا. يعني السوفت وير فيرجن، السوفت وير نفس القصه. هل انا عندي ساب امتى، ستاب امتى، اي ستاب برو. طبعا انا ما بعملش الكلام ده الحقيقه، يعني عشان بس ما يعني تقول انا يعني لا يعني يبقى كل المؤشر يعرف انه في اخر فيرجن. يعني الجرافيكس اللي هي المحليات بقى يعني اي حاجه بقى لو بعمل اي تشارتس يعني بتاعتي يعني. اند ميديا لو في ميديا اللي هي البيبر او الالكترونيك او الى اخره. يعني هل الكلام ده بيعمل اون بيبر وورك ولا بيعمل الكترونكس؟ الاثنين موجودين. ريفيو اند ابروفال فور سويتابيلتي اند ادجوس. الكريتنج بتعمل بتراجع وتؤكد ابروف. ابروف دي بتعتمد للملائمه سويتابيلتي اند ادجوس. تمام. طيب دوكمنت انفورميشن خلاص خلاص هنفضل لنا ايه؟ اثنين سلايدز. كنترول اوف دوكمنت انفورميشن ده الكنترول بقى بتاع الدوكمنت انفورميشن بتعمل عليها من شويه الى اخر نقطتين. الدوكمنتد انفورميشن ريكوايرد باي ذا كواليتي مانجمنت سيستم اند باي ذيس انترناشونال ستاندردز ار بي كنترول تو ايشو. المعلومات او البيانات الموثقه المطلوبه من الكواليتي مانجمنت سيستم من نظام اداره الجوده اند باي ذيس انترناشونال ستاندرد او من نظام الايزو لازم يبقى كنترول. كنترول يعني ايه؟ لازم يبقى موجه. كنترول بعمل كنترول على حاجه يعني ايه؟ زي كواليتي كنترول اللي هي رقابه الجوده يبقى مراقب عشان ااكد ايه بقى؟ It is available and suitable for use where and when it's needed. لازم اراقبه عشان اتاكد ان هو يعني ايه افيلبل، اللي هو افيلبل وسيتابل يعني انه متوفر موجود يعني ومناسب للاستخدام في ايه؟ امتى؟ وير؟ فين؟ وامتى؟ ما نحتاج له يعني وقت ومكان ما نحتاجه. خلاص؟ It is adequately protected. يعني هو برضه محمي. محمي من ايه؟ الدوكيمنت انفورميشن ده من اللص. ما فقدش حاجه. ادوس يعني ما غلطتش مثلا على الكمبيوتر بتاعي وخلاص ما حطيتش حاجه ثانيه، لا اي حاجه بالنسبه لها حفظ ولا نظام ولا الكلام ده كله. سواء بقى انا عندي بقى اجهزه كبيره بقى بحط عليها في الشركه او في المشروع او الى اخره او بتطلع على الكلاود او حاجه، المهم ان يبقى ايه؟ يبقى بروتكتد ان هي تضيع. خلاص؟ لوس فروم لوس اوف كونفدينشاليتي اللي هي ايه؟ فقدان الكونفدينشال. يعني في حاجه تبقى ايه؟ كونفدينشال. يعني ايه كونفدينشال؟ يعني ما تلاقي بتاع نموذج يبقى عليه كونفدينشال. كونفدينشال يبقى حاجه خاصه. يعني حاجه لها درجه من السريه. كونفدينشال. يعني مثلا بيني وبين مدير المشروع مثلا انا مدير وقت الفني بقول له دي كونفدينشال ليك انت بس مش تطلع هنا او هنا. او بيني وبين مديري بس يبقى كونفدينشال. في حاجات كتير تبقى كونفدينشال. مش كونفدينشال يعني وحشه، لا يعني نشرها مش على العموم لحته معينه من اطراف معينه. improper use يبقى ايه؟ بحميها من انها تفقد الخصوصيه بتاعتها او استخدامها بشكل improper بشكل مش مظبوط او loss of integrity او ايه؟ او فقدان الايه؟ الثقه بتاعتها. اوكي؟ طيب احنا فين دلوقتي؟ اللي هي فقدان النزاهه يعني. loss of integrity اللي هي فقدان النزاهه. طيب لا خلاص بقى احنا طيب هنا بقى احنا ايه؟ اعتقد ان احنا في اخر بالظبط احنا في اخر دي اخر سلايد النهارده خلاص. الدوكيمنت سبورت ممكن يكون في سبورت على الدوكيمنت انفورميشن على كنترول اوف دوكيمنت انفورميشن. هنا بقى فور ذا كنترول اوف دوكيومنتد انفورميشن
organization shall address the following activities as applicable. المؤسسة أو المنظمة للكنترول عشان كنترول على الدوكيومنت انفورميشن بتايه بتأدرس ايه بقى؟ بت 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 بتعالج ايه؟ بتعالج الفولوينج اكتيفيتيز الأنشطة اللي جاية دي الحاجات اللي جاية دي كلها ايه؟ عند كما هي مطبقة ديستريبيوشن والاكسس والريتريفال اند يوز الدوكيمنت ده التوزيع بتاعه عارفين بتوزع لمين ومين ومين اكسس هشوف فين واخده ازاي الواحد من دول الريتريفال اللي هي الايه الريتريفال اللي هو اللي انا بـ بـ يعني التوزيع والوصول والاسترجاع يعني التوصيل او توصيل ديستريبيوشن والاكسس والريتريفال والاسترجاع والاستخدام اوكي طيب storage and preservation including preservation of legibility الحفظ والايه الحفظ الحفاظ على الوضوح يعني بحافظ على محافظه storage and preservation يعني storage and preservation اللي هي ايه the preservation of legibility the preservation of legibility اللي هي الحفاظ على الوضوح legibility اللي هي الوضوح انا محافظ على الوضوح بتاعها يعني لما بخزن المستند في حته ما هحطوش في حته مثلا تضيع احرف منه وتضيع منه اجزاء يعني يبقى ايه يبقى البريزرفيشن بتاعت الايه الوضوح بتاعتها والبريزرفيشن الحفاظ عليها كنترول اوف تشينجز فيرجن كنترول ده مهم جدا ما بقاش حاجه عندي مثلا انا عندي رسومات أنا وصلت للفيرجن مثلا 3 ولا نفسي في السايت بشتغل بفيرجن 2 تبقى غلط على طول لان فيرجن 3 فيها حاجه متطوره على فيرجن 2 او في حاجه تغيرت على فيرجن 2 لو عملتها هتبقى غلط خلاص ريتنشن اند ديسبوزيشن اللي هي الايه؟ الاحتفاظ والايه والتصرف ديسبوزيشن اللي هو التصرف طيب دوكيومنتد انفورميشن اوف اكسترنال اوريجن ديترمند باي ذا اوريجينيشن to be necessary for the planning and operation of the quality management system shall be identified as appropriate and be controlled. documented information بقول لكم عليه دلوقتي of external origin اللي هي من المصادر الخارجية اللي هي محددة بالتنظيم نفسه اللي هي مهمة للplanning والoperation بتاع quality management system لازم تبقى identified as appropriate. تبقى محدده تماما لازم تبقى ايه كنترول يعني مراقبه تماما يعني خلاص اللي هي الاكسترنال اوريجن اللي جايه من بره documented information retained as evidence of conformity shall be protected from unintended alteration اي document retained as evidence of conformity اللي هي محتفظين بيه عشان ال evidence of conformity اللي هي evidence يعني ان اثبات ان انا مطابق يعني اثبات ان انا مطابق في الكواليتي او في اي حاجه يعني ال evidence اللي هو ان انا مطابق ده بيبقى في document لازم يتم حمايته من ايه؟ unintended alteration من 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 اي حاجه تؤثر عليه او تؤثر فيه نوت اكسس كان امبلاي ا ديسيجن ريجاردنج ذا بيرميشن تو فيو ذا دوكيومنتد انفورميشن اونلي اول ذا بيرميشن اند اوثوريتي تو فيو اند تشينج ذا دوكيومنتد انفورميشن بيبقى من ضمن البروسيجرز والرولز بتاعت الايزو ان انت ماذا يحق لك يعني لو انا مثلا في اي قسم وعندي نموذج معين انا يحق لي ايه؟ هل يحق لي ان انا اشوفه بس to view documented information only ولا عندي التصريح والسلطه ان انا اشوفها واغيرها؟ يبقى ده بيبقى واضح يعني مين من حقه يغير ومين من حقه يعتمد ومين من حقه مجرد ان هو ايه؟ for information. بشكركم جميعا مش عايز اطول عليكم اكثر من كده لان الكلام
الحقيقة الساعة يعني 9 دلوقتي، يعني أنا كنت متوقع حتى إن أنا يعني أخلص قبل كده عشان الماتيريال مش بسيط، محتاج يا رب باشمهندس محمود بس لو كان ينزل لنا الفيديوهات دي، لأن مهم جدا إنك إن الحاجات كلها بتبني على بعضها. هنشوف إزاي ممكن نتصرف إن إحنا مثلا نوصل لكم الكلام ده، او نشوف هنتصرف ان احنا بايدي لكم، بس انتوا ادخلوا على الـ على الـ ده وعلى الحاجات القديمه، عشان في اخر اما نقول ان احنا كويس مانجمنت سيستم احنا خلصناه، احنا فاضل لنا يمكن اعرف هيبقى لقاء ولا اثنين. احنا عندنا بشكركم جميعا، فاضل عندنا 3 موضوعات: الاوبريشن والperformance evaluation والimprovement. كده اللي حضر معانا واستفاد الكلام هيعرف يعني ايه ايزو، يعني ايه نظام اطار، يعني ايه نظام جوده. يبقى كده لو هو certified مثلا اي بي ام اي، لو هو certified برنس 2، لو هو certified بي ام بي، هيبقى فاهم وهيبقى عارف يعني ايه السيستم اللي داخل عليه، هل حقق في الكلام ده ولا لا. بشكركم جميعا. طبعا تدريب لكل الموظفين لكل تغيير تم عما تم عما سبق. طبعا 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 باشمهندس محمد الحفني، طبعا طبعا لك حق، طبعا لازم تدريب، لازم وده التريننج ده من اهم الموضوعات اللي في اي مكان. وبرضو عشان اقول لكم تعريف التريننج، التريننج هو ايه؟ ما هوش يعني عشان تاخد شهاده ولا عشان تروح تتفسح في حته فيها فسحه ولا بتاع وخدت ورقه والتنج. لا، التريننج ده هو الفارق ما بين المطلوب واللي عندي، يعني انا واخد جوب جديد او ترقيه جديده، فايه فالمطلوب بقى فيه نقط، تعرف كذا وكذا 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 وكذا. طب انا جيت عملت الكلام ده كله، لقيت ان انا يعني انا كموظف يعني كذا كذا كذا، ناقصني هذا، ناقصني حاجات فلانيه، يعني زي ما بتبقى موجوده على فكره في التوصيف بتاع اي وظيفه او في اي ريسبونسبيلتي، ناقصني كذا، انا ناقصني مثلا اتعلم بيم، ناقصني اتعلم مثلا ريفت، ناقصني اتعلم مثلا كواليتي كنترول، ناقصني اتعلم مثلا ستاتستكس، ناقصني اتعلم اي حاجه، يبقى هتاخد تريننج في الحته اللي هي تفيدني، ودي احسن انواع التريننج. اشكركم شكرا جزيلا، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وان شاء الله يعني نلتقي ان شاء الله يوم الاحد القادم ان شاء الله. نامل ان احنا نخلص مع الايزو 9001 2015 ان شاء الله يوم الاحد القادم باذن الله تعالى. هو هيبقى كتير بس هنشوف، لو ما كانش كده برضه هنقسمه على مرتين، مش عايز يعني يبقى البالك ده كله، لان دي موضوع مهم، وده اساس ايه؟ ان مدير المشروع اللي يدخل يكون في ايزو، كل اللي يعرفه في إدارة المرفوعات هيطبقوا ويعملوا مظبوط. شكرا جزيلا، ونسألكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.